بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم هلا معلق الرياضي محمود بكر. وأحداث الشوط الأول من لقاء نادي بتروجيت، 16 نقطة من 10 لقاءات مع نادي سموحة، 14 نقطة أيضا من 10 لقاءات. هذا اللقاء ضمن لقاءات الأسبوع رقم 11 من الدوري العام، وبيقام باستاد القاهرة. استوديو التحليلي طبعا فنط كل حاجه، وهنخش على الاسامي على طول. النهارده بتروجيت صاحب الملعب بيمثله محمود شكري لحراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال عمرو حسن، دبش، شوشه، اسامه محمد. خط وسط بتروجيت ثلاثه في نص الملعب، مصطفى شبيطه، احمد الشناوي، احمد عبد الغني. طرف يمين بيكلي، وطرف شمال جيمس تيبي ومحمد شعراوي فيرود لوحده. اما سموحه النهارده فبيغيب عنها علاء علي، وبيمثلها محمد صبحي لحراسه المرمى. خط الظهر من اليمين للشمال نميل مانجا، سيد فريد، اوكا، وهشام شحاته. ونص ملعب سموحه مصطفى طلعت، ابراهيم عبد الخالق، حسام غالي، احمد شكري في الشمال، اسلام عبد النعيم في اليمين، وعبد العزيز يوسف يعني ايه سنتر فيرود لوحده. بيحكم هذا اللقاء طاقم بقياده عمرو عايد، وبيساعده اكرامي سالم واحمد لطفي، والحكم الرابع صلاح شعيب. ادي عمرو عايد، وادي رمضان بيكلم خالد صديق، وادي محمد صبحي، وادي مستر لافاني حلقه النهارده نعيما. والراجل قلقان لغايه دلوقتي، لسه ما استقرش، لسه ما بانش شغله، عنده اصابه مؤثره، وعنده هاني العجيزي مش عاوز يرجع لفورمته، دايما كده شكله زعلان، ولسه ما اداش او ما عملش اللي هو المفروض كان يعمله. بتروجيت هتبقى على شمالك بزيه النبيتي والشورت الازرق، وسموحه بالزي الابيض، واتلعبت الضربه الموضوعيه، وعمرو عايد يعني صفر، وادي جيمس اهو في اول لقاء، انما يبدو ان في ضربه حره غير مباشره لنادي سموحه. محمد صبحي، وضربه حره مباشره لنادي سموحه. دي كده اعاده، الراجل المخرج هناك من اولها، المخرج من اولها، واحد بيلعب ضربه حره مباشره يروح جايب لنا الاعاده. ماشي، شكلها كده ايه، لازم نبحلق شويه. على طول سامح شوشه السنتر هاف بيلعب الكوره، تروح عند عمرو، وعمرو على طول اماميه، يخش اوكا بدماغه، صفاره من عمرو عايد الحكم. في حد واقع من اولها ولا ايه؟ اهو هنشوف هو كان بيجري على ايه الحكم، وحسب فاول لنادي سموحه. تتلعب الكوره على طول لسيد فريد، سيد فريد من نادي سموحة على طول لمانجا. لاحظوا ان بتروجيت بيبدا يهاجم من الامام زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان ما يخليش سموحة تبني هجمة. اهو على طول بيهاجم هنا، دي سلاح ذو حدين، ممكن جدا سموحة بتمريرة امامية يفركش كل الكلام ده، انما هنشوف هل هينجح رمضان في الضغط على نص ملعب سموحة والاطراف، ولا سموحة هتنجح في انها تتخلص من هذا الضغط اللي باين في اول دقيقه و44 ثانيه. توصل الكوره لشوشه، يلعبها لدبش، محمود شكري حارس مرمى بتروجيت، لسامح شوشه، كل ده هو بيبقى متفق عليه، وبينتهي بتمريره زي ما حضراتكم شايفين كده، انما تخبط وتطلع بره الملعب اوت. اسامه محمد الباك الشمال لبتروجيت، ورمي التماس على طول تنزل لشبيطه اماميه وحلوه قوي، بيلعبوا بطريقه وادي دجله بالظبط بالظبط. خلاص هي الطريقه دي تلعب على المساحات على الاجناب، وتمريره حلوه قوي، ويطلعها اوكا ضربه ركنيه. اول ضربه ركنيه لبتروجيت في اول هجمه خطره جدا لبتروجيت، يطلع اوكا الكره ضربه ركنيه، هيلعبها عمرو حسن، عمرو يلعبها اكيد هياخدها تاني، ويلعبها ببطن رجله عاليه
صعب حد يصطاد عشان يحط منها اجوان، تروح على طول لدبش اللي كان طالع في الضربه الركنيه وبيلحق اوكا يقطعها اوكا على طول شبيطه تنزل لعمرو حسن مره ثانيه يمشي عمرو ويلعب الله على الجون. جيمس تيبي، جيمس تيبي مش ممكن مش ممكن. يا راجل بينطح بينطح، مش بقرته ومفتح عينه وجشارينه بالدولارات وشغلانه. اول فرصه حقيقيه، مش حقيقيه دي فرصه جون، واحد جون يضيعه جيمس تيبي في اول ثلاث دقائق اللي يعني بتروجيت بيقسم فيها على سموحه، ولا زال سموحه تايه البدايه لبتروجيت زي ما حضرتك شايفين كده. ومصطفى شبيته هو ظابط ايقاع نص الملعب وبيلعب كرات جانبيه حلوه هنا وهنا. وادي اسامه محمد عاوز يخلص بتروجيت، بتروجيت عاوز يخلص مش عاوز يقع دماغه. هنشوف سموحه هيقدر بقى يلم نفسه بسرعه ولا لا. ادي كره تنزل لابراهيم عبد الخالق، يمشي ابراهيم وبيجري له عبد العزيز، ماشي خد فاول واداله الفرصه وهيرجعها، وضربه حره مباشره لنادي سموحه ضد ابراهيم عبد الخالق. الفرق بين ابراهيم عبد الخالق هنا والفرق بين بتروجيت ان شبيطه عمل تمريره بتمريرتين، واحده من عمرو وواحده من شبيطه، كان وفر كل المشي اللي مشاه ده، وهو بيمشي عشان مش لاقي حد، لان بيرجع عبد العزيز يوسف الراجل الاسمر في نص الملعب لما بيمسكوا الكوره مفيش حد بيطلع في لحظتها او مش بيلاقي حد، بيضطر يمشي بالكوره لغايه لما يلاقي حد. خد فاول على طول. ادي نبيل مانجا اللي خد مركز الباك اليمين خلاص بجداره الصراحه، احتاج له وضربه حره مباشره لنادي سموحه، ومانجا يلعبها حلوه جون ولا ايه؟ قالشه ولا نيران صديقه؟ دي نيران صديقه كادت تحط هدف، انا قلت جون مرتين في كورتين المفروض يبقوا جوان. بصوا دي نيران صديقه اهو، اوه انما الحظ واحده بواحده واحده بواحده، بس دي بيدي لا بيد عمرو من راس سامح شوشه، والثانيه جيمس تيبي اللي ضيع فرصه هدف لنادي بتروجيت. وادي شكري وضربه ركنيه لسموحه وتتلعب حلو قوي، بيلحقها عبد العزيز يوسف ملوش مكان في الملعب ومش عارف واجباته ايه، واخد واجبات ايه لغايه دلوقتي يحط عينين عليه. هل هو سنتر فورورد صريح؟ هل هو بيرجع في نص الملعب وحد بيجي مكانه قدام؟ ميت هل ما شفناهاش في الماتشات اللي اتلعبت اللي فاتت، ولكن هو لعيب مجهود دفاعي فقط، ما عندوش حاسه الفراوده انه يخلص، ما فيش سنتر فورورد زي جيمس انجوي كده بتاع الاسماعيلي، احسن سنتر فورورد في مصر دلوقتي انجوي، بيتحرك كويس بيستقبل كويس بيخش ياخد الكوره، حساسيته الاهداف بصراحه عامل متنفس كبير جدا. بكره الزمالك والاسماعيلي مباراه بقى من مباريات القمم فعلا، والنهارده الزمالك عاوز يرد القمه من ام بي اللي ماشي زي الديزل عن طريق طارق العشري واللي فاز بثلاث اهداف على الجيش، حاجه جميله بقى اصبح عنده 28 هدف، مع يعني اهداف غزيره لام بي، دليل على انه اداء وفرقه بدات تعرف عاوزه ايه. وادي الكره الطويله مش لحد ابدا تروح لمحمود شكري. النهارده الثلاث نقاط، شوف امبارح كان المقاولين ووادي دجله، كنت دايما بقول شعار النقاط دي الثلاث نقاط ومن بعدها الطوفان، لان الثلاث نقاط دي كانت للمقاولين عنق زجاجه قبل ما يروح للاتحاد الجمعه الجايه، هيبقى الاتحاد 11 وهو 14. ايضا كانت عنق زجاجه لوادي دجله اصبح 20 نقطه، بحيث ان على طول في الاستوديو التحليلي الكابتن شبير قال لك كده يبقى اول هدف عمله وادي دجله انه ضمن ان ما ينزلش. عشان كده بقول لكم النهارده بالنسبه لبتروجيت الثلاث نقاط بالنسبه لها يعني مشوار كبير جدا يطمنها ان هي تفضل في الدوري العام وتبدا تحسن في مراكزها. على فكره في ناس كتيره جدا، انديه كتيره جدا هتهرب من انديه كبيره، والدور الثاني لانديه كبيره هتتعصر، والاثنين الكبار بقى مين اللي هينزل من الكبار؟ هنشوف، لان في واحده يقول لي امال فين الصغيرين؟ اقول له الثلاثه اللي تحت اللي صعدوا ما خدوش ووضعهم الطبيعي حتى الان في الجدول، ولم يفوزوا في اي مباراه حتى الان رغم 11 اسبوع، وبالتالي مين الناديين الكبار اللي هيتسرقوا في الوقت الا اذا بقى عملوا حسابهم في الجدول ويبداوا يصحصحهم شويه في هذا
الدوري الدوري قوي على فكرة، دوري قوي يعني، انا بقول دوري قوي. تتلعب الكورة وتنزل لهشام، وهشام على طول امامية، وفي ايه، في صفارة وفي فاول وضربة حرة مباشرة لنادي بتروجيت. ادي هشام شحاتة، وادي عبد النعيم، ولمسة يد من اسلام عبد النعيم. اذا اسلام عبد النعيم هو اللي بيجي من الخلف الامام عشان يبقى سنتر فورورد جنب عبد العزيز يوسف، وهنشوف هل هينجحوا في الحتة دي ولا ايه بالظبط. هنشوف كمان محمد شعراوي وجيمس تيبي وبيكلي اللي لسه لغايه دلوقتي ما لمسهاش، وجيمس تيبي ضيع فرصة هدف يعني اكيد، وفي نيران صديقة من سامح شوشة كانت فرصة هدف اكيد لسموحة، لكن المباراة لو قارناها بمباراة امس شتان، لسه فيها بطء، فيها يعني ما فيهاش سرعة، هنا فيها سرعة، هنا ما فيهاش تسليم بسرعة، ما فيهاش إثارة على المرميين. امبارح وادي دجلة ومعلين كان اللي بيمسك كرة بيروح، هنا يمسك كرة بيروح، انما هنا بيحاول يروح فبتتقطع زي ما حضرتك شايفين كده. وادي فاول، ليه مش فاول، صفر الحكم على طول ومصفر اهو، هنشوف ايه، حملها فاول ولا عيد انذار، ورمضان بيقول له امتى هتحسب الفاول يا عم عمرو، هنشوف ايه الحكايه بالظبط في الكوره اللي فاتت دي. بيقول له انا اللي اقول وما لكش دعوه بيا، والمفروض يا شبيطه ما تكلموش، وانا لو من الحكم اروح مطلع له الكارت الاصفر، بس هي يا عم الحكم فاول الصراحه، فاول. وادي على طول قام الجهاز الطبي، انما هيقوم اهو الحكم الرابع صلاح شعيب بيقول لهم اقعدوا، وفاول يعني جامد ضد احمد عبد الغني لاعب خط وسط بتروجيت اهو، زقه وضربه وكل حاجه من هشام شحاته، بيضربوا كف على كف، قال يعني هي دي بقى اللي هجيب الدوري العام، خلاص بتحصل في احسن العائلات. وتسع دقايق من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف لا زال قائم بين بتروجيت وسموحه اللي لابسه ابيض، ومحمد صبح يلعب الكره اماميه، اسامه بدماغه بره الملعب. بقول لحضراتكم اخر خمس فرق مقاع دلوقتي، المقاولين العرب، الرجاء والاسيوطي ودمنهور والنصر. المقاولين العرب 10 والرجاء 10، اسيوطي 4، دمنهور 4، النصر 1. اذا مين من الكبار اللي هيتجرجر؟ الاتحاد خد 3 نقط وقعد في المركز ال 15 ب 11 نقطة، يعني الحتة دي هيبقى فيه صراع جامد قوي في الجونة وحاجات كده يعني. فالنهارده ليه بنقول عنق زجاجة بالنسبة لسموحة؟ سموحة عنده 14 نقطة، لازم الناس تفهم يعني أهمية المباريات وأهمية الصراع، ودوري قوي وصراع النقاط هيبقى جامد جدا، وفي الدور الثاني هيبقى أقوى وأقوى، وعشان كده لازم يبقى فيه حكام حاسمة ويبقى فيه جمهور جاي يتفرج بس. وهنشوف إيه الدوري العام الجميل المنتظم حتى الآن. أسامة محمد وفاول على مانجا، وضربة حرة مباشرة لبتروجيت. سباق القمة في غياب النادي الأهلي، انبي 23 نقطة والزمالك 21 نقطة، وعنده لقاء جميل مع الإسماعيلي بكرة، عاوز يسترد القمة بكرة. طبعا النادي الأهلي عنده يوم السبت لقاء بطولة مع بطل كوتوفار في كاس سيو سبورت، بطل كوتوفار في كاس الاتحاد الافريقي. وادي الضربه الحره المباشره لشبيطه تتلعب وتنزل مساحات فاضيه، ادي عبد النعيم اللي احنا بنقول عليه اهو لعيب كويس الواد ده، تتلعب الكوره، ادي الانطلاقات، ادي على طول ابراهيم عبد الخالق، انما ما بتكملش ما بتكملش، امبارح كانت بتكمل في ماتش مقاولين وماتش وادي دجله، دي ما بتكملش لان متاخر اللي بيندفع من الخلف الامام او بتتقطع. 12 دقيقة من زمن الشوط الأول، والتعادل بدون أهداف، ورمي التماس لسموحة، وأدي عبد العزيز ترجع كورة على طول لهشام شحاتة، تطلع بره الملعب أوت، رمي التماس مشاور إكرامي سالم اللينزمان الأول في هذا اللقاء، اللينزمان الثاني أحمد لطفي، والحكم الرابع صلاح شعيب، والحكم من وراه عمرو عيد. أدي عبد العزيز يوسف بيجري هنا وهنا وهنا ومش باين مجهوده، هو الراجل لافاني طلقه على اساس ان هو يعمل واجب دفاعي، لكن لما سموحه بتمسك كوره
ما بيلحقش بقى الراجل ياخد مكان او اي حاجه، هو بيهبش في الحته دي وعامل يعني شويه دوشه دفاعيه، انما مكانه في الهجوم ما بتلاقيش حد. هو بص حضراتكم هتلاقي اسلام عبد النعيم وهو مش في سرعه علاء علي ولسه لعيب صغير انما خامه كويسه، وهنشوف هل سموحه تبقى بلا انياب في هذا اللقاء. لكن لغايه دلوقتي سموحه غير منظمه بصراحه، يعني ساعات شكري بيروح قدام، ساعات اسلام عبد النعيم بيروح قدام، وادي صدام واقع اللعيب على الارض، هو ادي شوشه اهو شوشه، والراجل خد واحده في شكري جامده جدا جدا، وزي ما قال الكابتن ايمن يونس طلعت شكري خد اكتر من حقه، لو تفتكروا كان حسام البدري بيديله اكتر من حقه هو والاشبال، وعاوز يطلع الاشبال يطلع الاشبال فخد اكتر من حقه، وبعدين بعد كده ما اداش حقه المطلوب في النادي الاهلي، وبعد كده راح بني سويف اعاره، المفروض كان يقول للنادي الاهلي بص زي عفرته كل دلوقتي اللي اتنقل رمى بياضه وراح لغايه دلوقتي لوغاريتم. وانا اعتقد ان يعني مش عاوز اقول عشان ما اظلموش ان لم يعني يلفت الانظار، ولن ده رايي الشخصي بعد كل المباريات اللي اتلعبت دي مع اعتذار. يعني ادي لافاني اهو من عمه اهو مصري وبيسخن، هنشوف مين اللي هينزل، سامح شوشه وقع على الارض انما هيقوم لان ما فيهاش حاجه. جهاز الكوره لسموحه عاطف حنفي مدير الكوره ودينيس لافاني المدير الفني وخالد مصطفى مدرب راس المرمى ونيكولا مخطط احمال وعبد الباري المليجي مدير اداري وطبيب محمد عبد الجواد وعلاج طبيعي مفيد خليل. اما جهاز بتروجيت رمضان السيد وخالد صديق شريف بيومي وهيثم شعبان. يا سلام على العرضيه يا تاني كوره لجيمي تيبي، انما فيها صفاره ورايا اهو اتلعبت الكوره ورايا هنا صفاره ورايا من هنا، صح جدا عشان كده ما تكملهاش، عشان كده ما كملتش، انما تاني مره تتعمل. اذا على الجبهه الشمال بتاعت سموحه تاخد بالها كويس قوي، لان هشام شحاته بيجي له اتنين، احمد شكري بيروح ناحيه اليمين او بيروح قدام، فالجبهه الشمال بتاعت سموحه عاوزه نوع من التدعيم، لا اما من اوكا لا اما حسام غالي، هنشوف. لكن لازم نقول واحنا في الدقيقه 15 ان بتروجيت هي الافضل، هي الاكثر استحواذ، هي اللي وصلت الى مرمى سموحه، هي اللي ضيعت هدف عن طريق جيمس تيبي، اما سموحه لازال لغايه دلوقتي بيهبش ملوش شكل تايه، تتلعب الكوره على طول المانجا مغطي وبدماغه تنزل لابراهيم عبد الخالق، ابراهيم يلعبها لعبد العزيز، وعبد العزيز على طول اللي طلعت، واول جمله حلوه لسموحه لشكري وشكري وشكري وشكري، شفتم الراجل عدى ورقص واحده كان خلاص يديها لطلعت، ما اداش لطلعت وياخدها بيكلي يلم بيكلي وبيكلي يقول له الترقيصه كده يا عم شكري ويرقصه فعلا، وبيقول لي سعد بدوي معدنا الجميل ان الحرس متقدم على الجونه بهدف للا شيء 1-0 لصالح الحرس، عنده 15 نقطة والجونة 11 نقطة، خدت نقطة من سموحة عن جدارة الأسبوع الماضي، وأدي بيكلي وأدي فاول. إنما لازم نقول حاجة على عم بيكلي، يبدو إنه يعني هبط مستواه كتير بصراحة، في لعيبة كده تيجي وبعدين تبدأ تاكل الأكل المصري وتقبض بعد كده كل سنة هم طيبين، هل ده عن طريق بيكلي ولا ايه بالظبط؟ ده هنشوف. الماتش اللي فات بيكلي قلنا طلع زعلان وكان ليه حق، انما اللي قبليه كان مكسر الدنيا، واللي قبل اللي قبليه هنشوف. ادي بيكلي اهو نحط عينينا عليه وتتلعب الكوره وتروح لاسامه. اسامه محمد مان بتروجيت يلعبها لبيكلي انما يستقبلها كده بانزحه تعدي من تحت رجله، الجبهه اليمين لسموحه اللي فيها شكري دلوقتي ونبيل مانجا بدات يبقى لها شكل في المباراه، وبدا ابراهيم عبد الخالق مع مصطفى طلعت يظبطوا نص الملعب شويه، ولكن مفيش في الحته دي اي خطوره للابيض، مفيش اي خطوره للابيض، وحسام عبد الغالي اللي كان في الصوره اللي فاتت ديت راجل وسط مدافع، تروح الكوره لشوشه، شوشه على طول اماميه انطلاق من نص الملعب حلو قوي، الراجل انطلق وراح وهيبقى مرر ويلعبها لجيمي، هتاخد يا سلام
انما يخش على طول سيد فريد ويطلع كوره بره الملعب وبيقول لهم، بيقول لصبحي انا همسك ده ولا ده، وادي اللي لعبها شعراوي الكره اللي فاتت ديت اللي راحها وخدها وعمل هات وخد، ويطلعها سيد فريد ده رميه التماس يروح للشعراوي، شعراوي لاسامه يلف اسامه حوالين نفسه وعاوز يلف لفته والاوفر بتاعه حلو قوي. انت بتمرر فين هنا؟ اوه انت بتمرر يا على العك في عمق دفاع سموحه، عك كروي في عمق دفاع سموحه من فراوده بتروجيت. بص حضراتكم هنا اتلمست راحت من بيكلي، وهنا هو اتماشى الشناوي ومانجا طبعا تطول منه وتروح للشناوي في فرصه ثانيه حقيقيه لبتروجيت، وضربه ركنيه وعمرو حسن، وبالطريقه دي ممكن بتروجيت يعني هو الافضل في هذا اللقاء وممكن في الضغط ده يخلص. لا زالت سموحه تايهه فعلا تايهه، ادي بيكلي وادي التصويبه انما في ايد على طول محمد شبه. 18 دقيقه من زمن الشوط الاول وسيطره واستحواذ من بتروجيت وخطوره، وادي ابراهيم عبد الخالي يعني عاوز يدلك فاول وضربه حره مباشره لبتروجيت. هاجي اول حكم، وده من ميزات الحكام انه يبقى هادي وما فيهاش حاجه والله. ده هو ترقص الراجل راح على الهواء ورقص الحكم معاه، وادي التصويبه بتاعه بيكلي اللي طلعت ضعيفه وتروح لمحمد صبحي. صوتنا معلاش لغايه دلوقتي زي ما علينا في وادي دجله والمقاولين، انما لازم نقول ان اولاد رمضان السيد هم الافضل من اولاد لافاني ومحمد صبحي. وضربة مرمى لنادي سموحة. تنزل الكرة في نص الملعب عند غالي. حسن هشام شحاتة. ما طلعش تاني عمر. على طول اسلام عبد النعيم. شكري. هشام شحاتة. وبانت ملامح شغل اللافاني في ان شكري بيجي يضم جوه، بيتحرك عبد العزيز بره، بيخش كمان حسام غالي او عبد الخالق، ولكن كل ده ما بتكملش ليه؟ اللمسه الاخيره وحشه. اسامه محمد وصفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي سموحه. واقع مانجا على الارض اهو. من غير ما حد يلمسه على فكره. يعني الكره اللي فاتت دي ما حدش لمسه انما مصفر عمرو عايد، يمكن حد المخرج جابها وهي متاخره. سموحه بقى لها دقيقتين بتبدا لها شكل عام في التسليم والتسلم. ادي هشام شحاته وبيلعبوا على الكرات الطويله ديت المرسله لاسلام عبد النعيم. وفاول وضربه حره مباشره تتلعب على طول، ده اوفسايد على اسلام عبد النعيم، وضربه حره غير مباشره تتلعب لبتروجيت وتنزل في العمق على طول، اوكا يريحها كده بره الملعب او ترمي التماس لنادي بتروجيت. احمد عبد الغني، عمرو حسن لعبد الغني مره تانية ويعدي. بصوا بقى هنا بقى لازم الحكم يتدخل، لازم لو الحكم بيلعب كوره كان على طول يحس كده عشان الماتش ما يهربش مني، وعشان اذا كان في جماهير ما تزعقش اجري واصفر، لو اتكلمت تاني هتاخد انذار واقول له لاينزمان خلي بالك لو عمل اي حاجه ارفع لي الرايه واخلص. انما بقى دي الخبره اللي احنا بنقول عليها واللي ايه لازم يكتسبوها بقى الحكام في الوقت الهادي اللي احنا فيه ده. امال لو شفتوا جماهير زي اللي بتاخد تذاكر دي هتعملوا ايه؟ تتلعب الكره العرضيه ونفس الجمله نفس الجمله، انما يطلعها سيد فريد واوكا، ولا زال بتروجيت مش قادر يصطاد الكرات العرضيه اللي من الاجناب حتى الان. شعراوي متاخر وجيمس يعني مش مصحصح وبيكلي ما بيخشش مظبوط، وبالتالي سيد فريد واوكا بيحاولوا في الكرات العرضيه اللي خاصه من الجنب اليمين كلها كرات منتهى الخطوره، لكن ما فيش صيد ليها من شعراوي او جيمس او بيكلي. 22 دقيقة من زمن الشوط الأول والتعادل بدون أهداف، صفافير كتيرة، فاولات كتيرة،
الاستوديو التحليلي كابتن احمد شوبير جاب الاقبال الجماهيري على شبابيك التذاكر، ده يدل على حاجه واحده بس، ان احنا دايما ومفيش فايده ما نتحركش الا بعد ايه لما يحصل حدث. الشرطه مش عاوزه، كانت كتلها فلسفه ونعذرها الصراحه يعني، ان هي مش عاوزه تتدخل في مثل هذه الاوقات، ولكن لازم، ده دور الدنيا كلها، مفيش حاجه اسمها هي الاول والاخير، واللي عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر. الشرطه اضطرت الاخر اللي هي تتدخل وتبدا تنظم، لان هي الشرطه متواجده عشان كده مظلومه، والله يكون في عونها، بالليل ارهاب ودور ارهاب وكركونات والناس قاعده، يعني عبء كبير جدا عليها الصراحه. وبعدين يجي عبء زي ده، والله بقى ده المقدر وده اللي احنا بنشكرهم عليه، وده اللي مصر بعتاهم عشان يخلوا الناس تنام. وفي بعض الناس ما عندهاش ايه، مش عاوزه، ما عندهاش ايه برضه، مش عاوزه، انما هنشوف يعني. يا ريت كده يعدي مباراه الاهلي جميل، والجماهير حضراتكم شفتهم 18 19 طلبه، عاوز اللي يقودهم بالراحه، وتتلعب الكوره اماميه هناك، وعلى طول يسيبها وتبقى ضربه مرمى لنادي سموحه. اولاد صغيره زي كده، ما الرئيس السيسي امبارح عمل اجتماع مع شباب الاعلاميين، انتوا لازم كل حته بقى تدور على الشباب وتبدا تلقنه صح. وادي هجمه لبتروجيت، وهيندم بتروجيت، لان انا شايف بتروجيت بيلعب بمنتهى الثقه، وكل ما ضيع فرصه رمضان خد ثقه اخر ما بيأملهمش. وادي بيكلي بثقه ما كملهاش، ممكن في اي لحظه واحنا في دقيقه 24 يجي سموحه يروح لابب بتروجيت هدف وينام عليه. هي كده، انا لو من رمضان لازم اقوم، ايه اللي تعملوه؟ انت معاك كوره خلص، ادي كل الموضوع بتوصل خلص. هنا الفروقات بقى ما بين مدرب ومدرب، في مدرب ما يتحماش الا لما يكون مضغوط، وفي مدرب يستشعر الخطر ويقوم يصلحه، وفي مدرب يستشعر الدلع ويقوم يصلحه، وفي مدرب نايم. في جميل كثير من انواع المدربين الواحد شافها في حياته حتى وهو لعيب. تتلعب الكوره لابراهيم عبد الخالق، تنزل لمصطفى طلعت، لغالي، غالي يلعبها. الملعب بيقول لبتروجيت اكسب، وبتروجيت مش عاوز. ادي شعراوي، ادي شعراوي عاوز ينشن لواحد، بينشن لمين؟ نشن جامد قوي، تروح ناحيه جيمس يلعبها اي كلام، يطلعها على طول سيد فريد. الملعب ينادي بتروجيت لثلاث نقاط، وبتروجيت يرفض حتى الان. هل سموحه ينتفض ولا بتروجيت يخلص؟ ده اللي هنشوفه في هذا اللقاء. بصوا اللي بتروجيت بيلعب بمنتهى الثقه، وبيضيع الفرص، وما عندوش الرغبه الاكيده والحماس الاكيد في انهاء الهجمه، وهجمه ورا هجمه ورا هجمه بتضيع، ثم تاتي هجمه لسموحه يروح مخلص. وافتكروا معايا شكل المباراه هيبقى بالمنظر ده. و25 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف بين بتروجيت ونادي سموحه. ضربه مرمى، ومحمد صبحي امامي، شبيطة بدماغه، وبتروجيت اعطى الثقه لسموحه، وتتلعب الكوره تروح عند اسلام عبد النعيم، اسلام عبد النعيم لهشام، هشام عكسيه وحلوه هناك، بس مفيش علاء ولا في مانجا. طبعا علاء علي ما بيلعبش، هو اللي بينشط. الماتش اللي فات كان بينشط لحسابه الشخصي لغايه لما تعور، لما بيلعب اداء جماعي بيبقى ليه ميزه كويسه جدا. هاني العجيزي كان ماشي بيتفرج عليهم في البدلاء النهارده، والراجل محتار يعمل ايه ولا ايه، لغايه دلوقتي ما ثبتش على تشكيل، اضطر يلعب بلاعبي خط الوسط زي ما حضراتكم شايفين كده، شكري واسلام وعبد العزيز، مش لاقي فرود ان هو يخلص بيه، وصفاره، وفي انذار تقريبا لمين يا ترى؟ فين المخرج؟ انذار لمين يا عم عمرو عايد؟ يبدو ليه عبد العزيز يوسف. هنشوف هنشوف الانذار ده لمين؟ لاسلام عبد النعيم، اسلام عبد النعيم وانذار. مش ملاحظين حضراتكم ان اسلام عبد النعيم تايه، واخد واجب اكتر من حجمه. انت لما تيجي الكوره معانا روح في عمق كذا، وانت لما تيجي نروح هنا، واول مره بيلعبوا بطريقه كلام. عشان كده يعني غياب علاء علي النهارده مخلي سموحه بتلعب
بطريقه يعني انت واجتهادك تايهين، ولكن مع الوقت واداء السلبي بتاع بتروجيت مش سلبي، يعني ايه؟ يعني الثقه الزياده اللي تنرفز واضاعه الفرص اللي تنرفز، خلى سموحه هيقف على رجليه. هتشوفهم ادي عبد الغني يقطع وتنزل لعمرو يلعبها لعبد الغني مره تانيه، عاوز يعدي طبعا هتتخطف واتخطفت تروح لاوكا، لو سموحه عنده سنتر فيرود يخلص. ادي عبد العزيز، بصوا بقى عبد العزيز بينزل في نص الملعب وبيلعبها اماميه او عكسيه لشكري، وشكري اجدع واحد كسلان، تنزل الكره هناك عند مانجا يلعبها، تروح هو عند شكري تنزل ولف حوالين نفسه وياخدها مره تانيه وتقطع وفاول وضربه حره مباشره ضد شكري من شبيطه من الشناوي، وعلى طول الكره الطويله مش لحد ابدا. نادي سموحه تايه، ما عندوش راس حربه صريح، وبياخد الكرات على ان اي حد ينطلق، ودي طبعا ما شفتهاش. لازم يكون في راس حربه محطه، الراجل ما فيش، ما عندوش محطه، ديزل بيمشي على طول ما فيش محطات. طب وبعدين لا عنده نص ملعب ولا راس حربه محطه، وتايه سموحه ملوش كده معالم خططيه غير ان هو لما بيمسك كوره باسلام عبد النعيم وشكري بيروح داخلين وياخدوا الاوفر وبتتقطع. اسامه محمد بكلمك انا و شكله مش هيغلط. بلال جمال رقم كام يا جماعه؟ بلال جمال مش عاطينا رقمه في بتروجيت. اسامه محمد طالع شكل اصابته ديت 17، شكله مش هيكمل اهو. بقول لكم في كده نوع من الخمول، في فرق لما تكسب اللعيبه بتاعتها ايه تتختخ كده. هم خدوا 3 نقاط من الداخليه جامده جدا، ما كانوش يعني ايه مصدقينها. ادي نتاج 3 نقاط بدل ما يسعوا على 3 نقاط تانية وبيلعبوا على ملعبهم ويخطفوا حاجة. أنا شايف حتى الآن وإحنا في الدقيقة 29 داخلين على الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، أن بتروجيت بيهدر حق نفسه في عدم التركيز في اللمسة الأخيرة أمام مرمى محمد صبحي أكتر من مرة. سموحة زي ما قلت حضراتكم ما عندهاش رأس حربة، ولا عندها الهوية اللي تهاجم، ولا عندها الشكل العام الخططي حتى الان، وهي بتروجيت اللي بتديها قبله الحياه من الكسل بتاعها ومن الثقه الزياده او من العك بتاعها امام مرمى نادي سموحه. واقع على الارض احمد عبد الغني، احمد عبد الغني خد واحده كده عشان كلهم بيطلعوا بتكاسل، مفيش الجديه، بص طالعين ازاي. انما طبعا هيقوم ان شاء الله، وضربة حرة مباشرة ليه؟ هنشوف لسموحة ولا لإيه؟ وادي آية دماغ أهو، في إرهاق. في إرهاق مع فريق بودروز أو مع الفرق كلها، كل 3 أيام كل 3 أيام بدأت الفرق ترهق وبدأ اللعيبة يرهق. واحد يقول لي أمال الواد دجلة ما أرهقش ليه؟ هو ومقاولين العرب، مقاولين العرب عندهم مدرب جديد فالكل عاوز يرمي بياضه. وادي دجلة هنا بقى تخطيط الأحمال بيفرق. إذا كنت عندك مخطط أحمال كويس بيخطط أحمال كويس. يعني هنا في نادي سموحة عنده مخطط أحمال اسمه نيكولا، أنا مش شايف أحمال خالص، محدش بيجري. جاي أنت من آخر بلاد المسلمين نيكولا من فرنسا عشان تخطط، وأدي كده كونسولتو يعني ما بين صبري ورمضان، وهنشوف إيه الحكاية اللي هتعمل ليه في هذا اللقاء. كونسولتو كده وواضح جدا أداء سموحة على جهازه. واضح، بص قاعدين مش راضيين عن الاداء ومتوقعين ان بتروجيت يخطف هدف في اي لحظه. 31 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف بين بتروجيت وسموحه. محاوله هجوميه لسموحه من نص الملعب، ادي مصطفى طلعت وبيجري له مانجا يلعبها له ورا، انما مانجا ياخدها و تنزل وادي تصويبه وتخبط في ضربه ركنيه ولا ايه؟ ده حسام غالي وتصويبه وخبطت ولا ما خبطتش هنشوف اهو، بيتخلص من الكوره او عنده ما خبطتش وتبقى ضربه مرمى او خبطت ايه؟ تبقى ضربه ركنيه لسموحه ورمي التماس لسموحه. ها؟ كريم زكري
من بتروجيت. سامح بره، كريم ده سنتر هاف، كريم ذكري. هنشوف هل هينزل وشوشه يروح مكانه. انا شايف شوشه كده. هنشوف كريم ذكري لاعب المصري السابق نزل مكان اسامه. صحصحه لسموحه بمزاج بتروجيت اللي ممكن يندم بتروجيت على الفرص اللي ضيعها وعلى الكسل اللي هو فيه. كريم ذكري نزل مكان اسامه. احمد شكري وضربة حرة مباشرة لسموحة. بتطلع كورة بره، ضربة مرمى لبتروجيت. لعبها ابراهيم عبد الخال. هنشوفها مرة تانية. ممكن جدا يكون هدف، انما الشناوي طلعها. ولا شوف بقى الراجل قال عبد الخالق، وتبقى ضربة مرمى محمود شكري لبتروجيت. شفتم اللعيبه لما بيبقى فلس بدني يبدا يتكلم ويشوح ويتخانق ويقع. فلس فني، فلس لياقه كمان قبل فني. النهارده مباراه فلس لياقه من فرقتين وفني ايضا، فبالتالي كل واحد مش عاجبه صفاره الحكم، والحكم لو ملمش اموره، لو حط من الفرقتين حط هدف وبداوا يشوحوا وبتاع وكلام من ده، المباراه هتهرب منه. انما التعادل بدون اهداف والتعادل في كل شيء. خلاص بتروجيت بدات تبقى زي سموحه، اداء سلبي، مفيش خطوره على مرمى صبحي ولا على شكري. كوره ضاله في الملعب كله بيلعبها اي حاجه زي ما شايفين كده. وادي شكري وجنبه سامح شوشه اللي راح مكان اسامه، والكره العرضيه تبقى سامح شوشه هيروح مكان اسامه، وكريم ذكري هيبقى سنتر هاف لان هو سنتر هاف فعلا، وسامح شوشه هيبقى باك شمال. وبتروجيت خسر مجهودات الهجوميه لاسامه محمد، وتتلعب الكوره ويصطادها عمرو ويطلعها دبش، وقبله الحياه بدات تدب في سموحه عن طريق بتروجيت الكسلان وهشام شحاته. يلعب الكوره على طول لعبد النعيم. عبد النعيم يرجعها ورا للسيد فريد، سيد فريد لمانجا، ومانجا يعدي خط النص وماشي ماشي مانجا، وجنبه شكري يلعبها على طول تتقطع الكوره وياخدها بتروجيت مره ثانيه. انما سموحه تخطف شكري ويعدي ومفيش اوفسايد لو جرى، انما هو راح وحاطط ايده في وسطه وفعلا ماليش دعوه ابدا بريم عبد الخالق. ابراهيم لعبها له، بصوا هو اللي وقف. تقف ليه؟ لو هو كان راح واحد يقول لي كان هيبقى اوفسايد، انما لا، ما انت برضه توصل نفسك. كان ممكن شكري ده يروح في انفراد واحنا في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول والتعادل دون أهداف. وعم جيمس تيبي لازم رمضان يقوم، لازم رمضان يشوف له حل في جيمس تيبي وبيكلي وشعراوي. وبدأوا بداية كويسة جدا وضيعوا أهداف مؤكدة هدفين تقريبا. بعد كده بدأت المباراة تبقى تعاونية، بدأ سموحة يقول لك لا ده أنا ممكن أخطف. وزي ما حضرتك شايفين كده مباراة بلا معالم خططية سواء هنا أو هنا حتى الآن، وإحنا في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول والتعادل بدون أهداف. الساعة 5 هنذيع المقاصة والمصري، مباراة جامدة. وطارق يحيى وإيهاب وإيهاب بيلعبوا على ثلاث نقاط. هنشوف الساعة 5 المقاصة مع المصري. وآدي فاول على عمرو حسن وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة. ضربة حرة مباشرة لنادي سموحة على طول أمامية تنزل لمحمود شكري. سيندم رمضان السيد وفريقه لو سموحة أخذ منه حاجة وروح النهاردة. سموحة بيقول له أنا مش عارف أعمل إيه، ولكن بتروجيت برضه بيقول له أنا كمان مش عارف أعمل إيه. ده شعار المباراة، ممكن اي واحد منهم في اي لحظة يجيب هدف قضاء وقدر، لان المباراة ماشية كده عشوائي هنا وهنا. ادي بيكلي يلم ويلعبها وعاوز يعمل هاته خد ولا يعمل ايه. بص حضراتكم، اوه ادي اول كورة يعلي حسنة محمود محمد صبحي يطلعها ضربة ركنية من مين؟ احمد عبد الغني تقريبا. ادي واحدة اتنين وعبد الغني وتصويبة وصدى لمحمد صبحي. اول كره فيها سرعه
من شعراوي لعبد الغني وعلى طول محمد صبحي. طب كنتوا فين يا كباتن؟ ما دام عندكم الامكانيات الحلوه ديت ما تعرفش ايه الحكايه. جمله جمله حلوه حلوه، وكاد في الدقيقه 37 يحرز احمد عبد الغني هدف جميل تتحول ضربه ركنيه، انما محمد صبحي استوى على الفكره. ده زي ما يكون بيرد على بتوع المنتخب، انتوا جبتوا واحد عليا ده انا يعني اهو الصراحه هو فعلا صراحه يعني تتلعب الكوره، والكوره اللي فاتت دي هيتحمق طبعا سموحه فيها، هيتحمق سموحه فيها، انما ادي محمود ادي عبد العزيز اللي بتنتهي عنده معظم الكرات، تروح لكرة مره تانية عبد العزيز ويمشي ويمشي وماشي عبد العزيز، تتخطف منه وياخدها مره تانية سموحه وتروح له وشكر يلعبها تخبط وتروح مره تانية تعلى من عبد الغني وتنزل الكوره في نص الملعب لجيمس، على طول تروح لشبيطه تتخطف وياخدها شحاته، هشام شحاته يلم هشام شحاته ويلعبها على طول لمصطفى طلعت. مصطفى طلعت عاوز يعمل تخوض لاعب، هل هيشيل ولا هتتاخد؟ انما يخش على طول دبش وطلع كوره بره الملعب اوت. صحصحه لسموحه بعد الفرصه الهدف اللي صدها محمد صبحي، حاسه بالخطر وبتروجيت تذكر نفسه وبدات المباراه تبقى بصحيح. و39 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل دون اهداف بين بتروجيت وسموحه، ورمي التماس على طول عبد العزيز يلعبها تنزل لمحمود شكري. ايه ده طلع الناس؟ ايه ده طلع الناس؟ اطلع اطلع شكري، محمود شكري حارس مرمى بتروجيت. عندنا هنا 39 دقيقة وداخلين في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول والتعادل بدون أهداف، ولازال في المكس في لازال الحرس متقدم على الجونة في الجونة بهدف للاشير. سموحة عاوزة تعدل نفسها وممكن تعدل نفسها، وآدي مانجا، إنما بيلعبوا مع بعض كل مرة بتشكيل شكل، خط ظهره ثابت، خط وسطه يعني كل تغيير كل مباراة اتنين بيتغيروا، خط هجومه كل مباراة اتنين بيتغيروا. وادي مستر لافاني السؤال وعلامة استفهام، لما اجيب خواجة واجيب مخطط احمال خواجة يبقى لازم انا يبان عندي حاجة، لغاية دلوقتي مش باين اي حاجة، وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة. شكري شكري، دايما اي مدرب يخش على فرقة في نص موسم يعني بيبقى حظه كويس لو في وقفه طويله يقدر يظبط فيها، لما بيكون مصري بيقدر يفهم الامور بسرعه، لما بيكون خواجه هو وحظه بقى معاه جهاز بيقول له بامانه، ولا معاه جهاز بيتفرج عليه، ولا هو جاء لقى حاجه مش عاجباه بيضرب لخمه بيعمل ده بقى ايه حاجات التغيير وسط الموسم او بعد ثلاث اربع مباريات حاجات كده يعني. ضربه حره مباشره لنادي سموحه و40 دقيقه من زمن الشوط اول والتعادل دون اهداف. الصراحه مهندس فرج عامر والدكتور اسماعيل فايد مش مقصرين، ومجلس دار سموحه كله مش مقصرين في سموحه حاجه خالص، ادي تصويبه كل حاجه متوفره لفريق سموحه، ملاعب تخش غرف الملابس زي بتاعت انجلترا، كراسي منجده وحاجه شيك، جهاز جميل الصراحه بتاعت ربنا. ايه المطلوب ما اعرفش، يمكن الناس اللي مشت طبعا تاثر 100%، تتلعب الكرة على طول أمامية وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة لبتروجيت. طبعا حمودي كان طرف كويس مع علاء علي، كان طرف كويس حامد كان باين في سموحة، في لعيبة كده تبان في 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 ما تروح فرق كبيرة تتوه، ليه بقى؟ لان سموحه كان بيبقى من الفرق المضغوط عليها فيبان، اما نادي الزمالك ونادي الاهلي فهما هما اللي بيضغطوا، فاللعيب اللي مش واخد على الضغط ما يبانش، عاوز يتضغط عليه عشان يبان، عشان كده حامد مش باين. طارق حامد تتلعب الكوره وعلى طول اوكا بدماغه تنزل، وصح يا كده بتروجيت بيعاوز ينهي الشوط الاول بهدف، وادي عمرو ويلعبها كام كوره بقى، بصهم اربع خمس كرات عرضيه انما كلهم بيقفوا، يا ريت في الاستوديو التحليلي يجيب الكور العرضيه اللي اتلعبت بتروجيت ما حدش بيروح لها، كلهم بيستنوها لغايه لما تجي لهم. طبعا كل سنه هو طيب، الكرات العرضيه لازم تروح لها
ولازم تطلع فوق ولكل كره لكل فعل رد فعل زي ما هي جامده تطلع اجمد وتبدا وتحرك وسكات جايه واطيه بتحط وش رجلك وكلام من ده. اما لعيبه بتروجيت في اربع كرات عرضيه في منتهى الخطوره ما حدش بيروح من المهاجمين بتوعها بيستنوها لما تيجي، لا اما دفاع سموحه اللي بيطلعها لا اما بتروح لهم اي كلام يلعبوها اي كلام كده. استوديو التحليلي على وشك اللي هو يجي كابتن احمد شوبير وهيئه محللين سي بي سي 2 والكابتن ايمن يونس والكابتن خالد بيبو. والتعادل بدون اهداف و43 دقيقه و11 ثانيه تعادل بين بتروجيت وسموحه في شوط غير مقنع، في شوط بيهدر سموحه امكانياته، بيهدر بتروجيت فرصه ان هو يقدر يخطف هدف، انما طول ما هو مسيطر كده في تعالي على الكوره في ارهاق من اللاعبين. سموحه لازالت متفركشه، لا فيش ثنائيات، ما فيش شكل ملامح ناحيه خططيه حتى الان. فرص بتروجيت اكتر، دفاع سموحه هو اللي شايل هو ومحمد صبحي حارس المرمى بعض الكرات الخطره. هي دي سمه يعني المباراه، فاولات كتيره بيحسبها صح عمرو عايد. كل ده معالم الشوط الاول حتى الان في هذا اللقاء الممل جدا الغريب جدا من جانب بتروجيت. في فرق كده يعني ايه لما ربنا يفتح عليها تستخسر في نفسيها، يعني في من ضمنها باين عليها بتروجيت شكلها كده. هل هم مجهدين؟ هل يعني ما اعرفش، انما انا ما شفتش رمضان قام ولا شخط زي ما بيقوم النهارده. هل مجهد هو كمان زيهم؟ ما اعرفش الصراحه، لا لفاني بيقول ولا رمضان السيد بيقول، والدنيا ماشيه كده حسب هوا اللعيبه حتى الان، رغم في كثير من الملحوظات اللي لازم تصحصح فيها كلا الفرقتين. 44 دقيقه وهنشوف كام دقيقه وقت بدل ضائع من زمن الشوط الاول هيحسبه الحكم عمرو عايد عن طريق صلاح شعيب الحكم الرابع. 3 دقائق وقت بدل ضائع. النهارده مدير الانتاج محمد ابراهيم علي ومدير اداره الانتاج ابراهيم علي ومدير الانتاج محمد عطيه وفرقته عصام عصران ومحمد فهمي، وادي الثلاث دقائق اللي بيعلن عنهم صلاح شعيب. رئيس تحريرنا وليد عبد السلام، مدير تحريرنا احمد تيمومي، معدنا والمعدين بدأوا يساعد محمد حامد مايكل مجدي وليد قاسم، ومدير دار التشغيل محمد عشري وصوت عبادي، ومراسل ملعب حسن غنيمه، ومساعد مخرج ومونتاج وايد النجار وهند شوبير واحمد طاين. شوت ينايم ما اعرفش هيئه محللين سي بي سي 2 مع الكابتن احمد شوبير هيقولوا ايه. انا عندي الكابتن احمد شوبير يجيب التذاكر فيها اثاره كانت اكتر من الماتش ده، يعني شراء التذاكر في النادي الاهلي كان فيه اثاره، كان فيه حاجه تشوفها وحاجه تتكلم عليها، انما الماتش 45 دقيقه وثلاث دقائق كمان وقت بدل ضائع مش عارف تطلع منها حاجه غير زي ما انت شايف كده. يعني فرقه زي ما بتروجيت مستخسره ان هي تصطاد سموحه. سموحه اللعيبه مش عارفه تعمل ايه، لان كل يعني بص حضراتكم مش قادرين يوصلوا الى حدود منطقه بتروجيت. في حاجه غلط في نادي سموحه، لازم مستر لافاني ولازم مهندس فرج عامر والدكتور اسماعيل فاجي يقعدوا مع الفرقه دي قبل فوات الاوان. 14 نقطه تخوف، لان طبعا الجدول صعب جدا. 14 نقطه دي ماتش يقلب النهارده، في خمس انديه هتنزل، في سموحه 14، المقصه 14 وهتلعب، اتحاد الشرطه 13 وهيلعب، والاسماعيلي 12 بس مخطوف منه 6 نقاط، لكن فرقه ما تخافش عليها ما تغلبش لغايه دلوقتي. وهيدي مصطفى طلعت انذار، مصطفى طلعت انذار النهارده كمان. مصطفى طلعت ده كان مكوك، مصطفى طلعت ده مع وادي دجله ما اعرفش ايه اللي جراله، وهو وفاول وانذار لمصطفى طلعت. المصري النهارده طارق يحيى عاوز ال 17 نقطه بتوعه يبقوا 20، وايهاب جلال عاوز ال 14 نقطه يبقوا 17. والجدول يعني والدوري بقى جميل، لكن ما تعرفش زي النهارده كده قلنا بتروجيت هينتفض، خد 3 نقاط جميله من الداخليه، فريق المكافح الجميل داخليه اللي عنده 16 نقطه حتى الان. نفاجئ بشوط غريب جدا حتى الان، ادي كريم زكري اللي كان واخد الفاول هينزل، وبنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع لمده 3 دقائق، والتعادل بدون اهداف لازال قائم بين بتروجيت وسموحه لابسه ابيض. انا نفسي اعرف
عبد العزيز يوسف ده واجبه ايه في الملعب؟ نفسي اعرف رقم 25 اسمر افريقي واجبه ايه؟ النهارده جيمس تيبي وبيكلي اللي اتكلم عليه خالد بيبو اعتقد ان هو هيخش في المداخله على طول ببيكلي، اللي جرى له، اللي عمل، اللي سوى، ده شغل مدرب بقى. رمضان السيد لازم اي حد يشوفه وبيسمعنا يصحصحه، لان لو حصل حاجه النهارده لبتروجيت هيكون هو، لانه قعد وساب فرقته بتعك عك كروي وهو ما يقدروا يخلصهم. واخيرا يصفر حكم وراه عمرو عايد بانتهاء الشوط الاول الممل جدا بانتهاء بالتعادل بدون اهداف بين بتروجيت وسموحه. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن احمد شوبير وهيئه محللي سي بي سي 2 كابتن ايمن يونس الكابتن خالد بيبو. فالى هناك. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2 ومعكم على الهواء معلق رياضي محمود بكر، وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي بتروجيت ونادي سموحة. انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. شايف أنا مصطفى كهربا، ويعني رمضان له حق ينزله من مباراة عاوزة تتكهرب لأنها نايمة، فهو نزل كهربا يمكن يعمل ماس ولا حاجة ويكهرب، لأن فعلا عاوزة واحد سريع. فكهربا ده مسمينه هو زي يعني من صغره ما اسموش كهربا، انما هو مكهرب وسريع. هنشوف بس كهربا نزل مكان مين في الشوط الثاني. يبقى كده عمل تغييرين، واحد تغيير اضطراري كريم ذكري مكان اسامه محمد، وتغيير اخر لتنشيط بتروجيت. يعني كده رمضان حس تماما ان فرقته فيها خمول، نزل مصطفى كهربا رقم 14. هنشوف مكان مين، مكان محمد شعراوي، ويبقى جيمس تيبي هيبقى راس حربه صريح، يطلع محمد شعراوي وينزل مصطفى كهربا، وهو اللي معاه الكوره ده مصطفى. هنشوف بقى كهربا مع مانجا في الشوط الثاني وايه اللي هيحصل، والتعدد اهداف، وهنشوف بقى تعليمات يعني الكابتن رمضان السيد ومستر لافاني والثلاث نقاط تداعب بتروجيت وبتروجيت يرفضها. هل المداعبه دي تنتهي عند سموحه يصحصح ويقدر يخطف عشان يدي درس قاسي للاعبي سموحه ومدربهم في كيفيه انك انت تحافظ على تقدمك، ولا هيطلعوا برضو التعادل لصالح بتروجيت ما هواش لصالحه خالص؟ ليه بقى بتروجيت رايح للحرس الجمعه الجايه، وبعدين كمان ايه سموحه الاهلي جاي لها يعني، والاهلي جاي بقى بعد بطوله الدوري ويكون واخد الكاس ان شاء الله، ويعني هتبقى مشكله لسموحه اللي بدا يبقى في موقف لا يحسد عليه. هنشوف الشوط الثاني مع بعض هل في تغير. كل عيوب الشوط الاول ان هو بطيء ملوش معالم خططيه، فرصه بتروجيت بيفقدها في داخل منطقه جزاء سموحه ما عندهاش اي اداء داخل اداء منطقه 18 بتروجيت. هل الاخطاء دي كلها هتتعالج؟ ده اللي هنشوفه في الشوط الثاني. ومستر لافاني المدير الفني الفرنسي لسموحه، ومستر رمضان السيد المدرب الكوف لنادي بتروجيت. نبيل منجا ورامي التماس لسموحه، يقطع على طول سامح شوشه اللي جه باك شمال مكان اسامه محمد اللي طلع، ونزل كريم ذكري يبقى جنب ده بس انطرافات الاثنين. ادي سامح شوشه باك الشمال اللي بتوجب على طول، كريم ذكري اماميه، هيبقى بيكلي هو اللي راس حربه وجنبه جيمس. هنشوف بقى جيمس وبيكلي والاثنين قصيرين وبرجلهم نص سنتي بس حريف بيكلي. على طول هشام شحاته، كل ما اقول هشام شحاته افتكر فيلم دكان شحاته، انما هنشوف ايه بالظبط في هذا اللقاء اللي عدى منه 4 دقايق وداخلين في الدقيقه 5 من زمن الشوط الثاني، ولا زال التعادل بدون اهداف قائم بين بتروجيت وسموحه اللي لابسه الزي الابيض. رامي التماس مره ثانيه هيلعبها عمرو حسن، يلعبها لشوشه لدبش، دبش اماميه عند جيمس. شايف انا تنظيم سموحه في نص ملعب بدا يبقى ليه شكل. شايف انا عبد العزيز يوسف ما بيرجعش، هيبقى قدام ولا هيعمل ايه؟ وتوصل الكره لمحمود شكري حارس مرمى. عندنا احمد شكري الهاف باك بتاع سموحه، ومحمود شكري حارس مرمى بتروجيت. تنزل الكرة في نص الملعب على طول لمصطفى شبيطة يلعبها. النهارده بتروجيت واخد الجنب اليمين
بينصب بيه عن طريق احمد عبد الغني وعمرو حسن، عملوا كرات عرضيه كتير ما استفادتش. ادي احمد عبد الغني اهو نزل كهربا طرف شمال عشان يعوض خروج اسامه اللي كان بيعمل له شغل من الطرف الشمال، خرج اسامه فسامح شوشه ما عندوش المقدره انه يشتغل شغل اسامه، نزل مصطفى كهربا طرف شمال وطلع جيمس وبيكلي قدام الاثنين. ده راجل لعيب كلام جيمس ده، وضربه حره مباشره او غير مباشره نتيجه تسلل جيمس. تيبي اهو رافع الرايه هناك، احمد لطفي المساعد الثاني لطاقم الحكام النهارده. تتلعب الضربه الحره الغير مباشره، يخش على طول كريم يلعبها بدماغه، تنزل لشكري. شكل سموحه اتظبط شويه بحيث انه بدا يشوفوا مان تو مان على حد، بدا يلاقوا بعض، بدا يبقى لهم خطوط باينه. بصوا حضراتكم كانوا في الشوط الاول متفركشين، هل هتصعب على بتروجيت في الشوط الثاني بعد صحصحه سموحه ولا ايه بالظبط؟ فاول علني ما خدوش الراجل، وتنزل الكره اللي هي عبد النعيم. عبد النعيم بصوا في صحصحه، في صحصحة بس في تحرك غلط. الراجل اللي رايح ومعاه قاعده مثلث، معاه اثنين عبد العزيز وشكري، راح لعب الكره. بص لعبها ازاي، ادي عبد العزيز اهو خد واجب، ما تتحركش من الحين يا عم، اهو كان عامل زي لعيبه الاشبال بيجري في كل حته. الراجل قال له ما تتحركش من هنا عبد العزيز يوسف، يبقى كده اول حاجه شفناها للافاني في الشوط الثاني. ولكن سموحه صحصحت، الصحصحه في ايه بقى؟ ان تحس ان هم قريبين من بعض، تحس ان لهم شكل في نص الملعب اهو، تحس اهو بداوا هم بقى يقوموا ايه دلوقتي بعد ما كانوا نايمين في الشوط الاول وعندهم ثقه. جهاز بتروجيت هيبدا ايه بقى يجعر ويبدا يعمل، ومكان ما كانت في ايدك. عموما على طول طلعت يلعب الكوره وشكري، وشكري ماشي 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 ولا يهدي على راي الاغنيه، تروح لطلعت خلاص. سموحه شبه قبضت على الشوط الثاني، مانجا مانجا ليه تروح له مره تانية، ما بيبصوش لبعض، ما بيبصوش. الراجل اتحرك له صح، هو اللي ماشي غلط. ادي كهربا وادي شبيطه، تنزل الكره تروح لشبيطه مره تانية، تروح لعبد الغني، وبعدين بعدين بتروجيت حس بالخطر، بدا يلعب كره حقيقيه فيها سرعه وفيها تمرير جدي. الله، امال ايه اللي كان حايش في الشوط الاول بقى ده ايه؟ يعني رمضان السيد يقعد ويدرس الموقف ده اللي كان ممكن يكلفه غالي. لو سموحه كان فايق كان النهارده ممكن الشوط الاول يروح من بتروجيت. عموما بنلعب في الست دقائق الاولى من زمن الشوط الثاني، والتعادل بدون اهداف، وسامح شوشه عاوز يرقص ورقص وتروح لاحمد عبد الغني وتطلع بره الملعب اوت. رمي التماس لسموحه واللاين زمان اهو، لافاني واقف على الخط بيشاور بتاعتنا. فريد لاوكا بيتفلسف، كانت ممكن تروح، انما كل ميزه اوكا انه بيقدر يعمل كنترول على الكره، انما صبحي ما عملش كنترول وراح عامل تمريره كده تعمل مشكله لشبيطه. تروح لاحمد عبد الغني لكهربا، كهربا يلعبها تعدي انما يلحقها فريد، سنتراف كويس على الفكره، ينزلها فريد اللي طلعت في نص الملعب تتخطف، والبينيه يقطع جميل قوي هشام شحاته ويلعبوها على طول 100. اذا الشوط الثاني هيختلف عن الشوط الاول من ناحيه السرعه والجديه لكلا الفرقتين، بعد لما دخلوا اوضه اللبس وطبخوا بالاثنين مدربين بتوعهم رمضان ولافاني، وبدات المباراه تبقى فيها نوع من التكافؤ. الشوط الاول ما كانش فيه تكافؤ، كان بتروجيت اللي ايه يده العليا لكن بكسل. التعادل بدون اهداف وفاول فعلا على شكري ضد سامح شوشه، وكلام كده ملوش معنى، ولمسه يد فاتت على الحكم، وضربه حره مباشره لبتروجيت. على طول شوشه اماميه يطلعها فريد، تنزل في نص الملعب لطلعت، بدا حسنا ايه على هو تبقى حاجه كويسه. على طول ناحيه الشمال هناك عند اسلام عبد النعيم، يلم اسلام تنظيم، وعدى اسلام وعدى من عمرو وشد عمرو، واعتقد انذار اهو هياخد انذار 100% انذار لعمرو حسن. اذا المباراه قلبت، عمرو حسن وانذار، في ثلاث انذارات، اسلام عبد النعيم اللي هو ده اللي وقع خد انذار، في مصطفى طلعت الاثنين من سموحه، وانذار لعمرو حسن في الباك اليمين بتاع بتروجيت. 8 دقائق والتعادل بدون اهداف، وعمرو حسن، و8 دقائق سموحه الافضل،
والانشط ونظمت خطوطها، ثبتوا عبد العزيز يوسف قدامه، ده المفروض اصبح ليهم راس حربه ثابت. لسه يعني انا اعتقد ان شكر لو اتغير هتتظبط امور سموحه شويه، لانه بيتكلم كتير وبيتحرك غلط. ادي مانجا وضربه حره مباشره لسموحه، ممكن اهداف تيجي من الكرات اللي زي كده، وبوكس من محمود شكري يطلعها بره الملعب. هنشوفها ضربه ركنيه ولا اوت. وادي لافانيا اهو، بص حضراتكم اتلعبت حلو قوي الكوره اللي فاتت ديت، انما بوكس جميل جدا من شكري، تطلع الكوره ضربه ركنيه لنادي سموحه. ضربه ركنيه لنادي سموحه، 9 دقائق وداخلين في الدقيقه 10، والتعادل الاهداف وشكري وضربه ركنيه. ممكن سموحه ولا ممكن مين؟ انها خلاص بدانا نقول شكري هو حارس المرمى، وبدانا نشوف سموحه. يعني كان خالد بيبو بيقول شعار الشوط الاول ان سموحه خارج منطقه جزاء بتروجيت، الشعار اتغير يا كابتن خالد بيبو، اصبح سموحه داخل منطقه جزاء بتاعه بتروجيت اهو. وادي كوره ثانيه وضربه ركنيه. هنا بقى دور المدربين، لازم نقول لافاني غير وقعد وقال لهم ما جاتش قضاء وقدر، ده دور مدرب، لازم نقول بحق ربنا كده، ده دور مدرب. في الشوط الثاني قعد وفوق الدنيا، وعشان كده بدانا نشوف 10 دقائق لسموحه هي الافضل وهي اللي وصلت. ومحمود شكري صد كورتين وضربتين ركنيتين، وادي شكري مره ثانيه يمسكها. اذا لازم ندي الحق لكل واحد، لافاني ودور المدرب في اثناء اداره المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه. الراجل لافاني صحح اوضاع كثيره جدا للشوط ما بين الشوطين، واصبح سموحه التايه في الشوط الاول الذي لم يصل الى منطقه التهديف في منطقه الجزاء بتروجيت الشوط الاول خالص. في الشوط الثاني هو الاخطر، العشر دقائق الاولى وهو الافضل، وهو انتشاره افضل، وهم اللي بداوا يلاقوا بعض زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وتاه بتروجيت في الشوط الثاني العشر دقائق. هل بتروجيت يعود الى نفسه مره ثانيه؟ ممكن، لان بتروجيت فرقه كويسه، لو مسكوا كوره وافتكروا ان هم يعني حصان اسود في المباريات اللي جايه لغايه دلوقتي. وادي بينيه من كهربا تتقطع، ياخدها على طول حسام طلعت اهو، ماشي طلعت ياخدها من حسام غالي، وعلى طول اوكا اماميه. 10 دقائق حلوين، احسن من 45 دقيقه الشوط الاول والثلاث دقائق الوقت بدل الضاع بالكامل. 10 دقائق اللي فاتوا دول اللي هم لصالح سموحه، اللي بيستلم ويسلم دلوقتي، وبدا بتروجيت يعني ايه النخوه تاخده، وهنشوف ما احنا عاوزين نخوه بقى عشان حسنا يعلى. ادي بيكلي ويلعبها بينيه على طول لجيمس، جيمس يستقبل انما واقف اوفسايد، ضربه حره غير مباشره لنادي سموحه، واقع في الاوفسايد. هنشوف النبادي بقى، النبادي الصراحه يعني فيها كلام. المهم صفر الحكم عمرو عايد على رايه الصفاره بتاعه احمد لطفي، واتلعبت الضربه الحره غير مباشره، ويقطع شوشه وبيخش عبد العزيز وبيشاغب، انما توصل الكوره لسامح شوشه يلعبها الكهرباء، يخش فريد ويرجعها لمحمد صبحي. صبحي على طول اماميه، عبد العزيز يوسف يطلع الكوره بره الملعب، اوت مجهوده كبير قوي لكن قليل قوي لما يبقى ايجابي. وبعدين هو بيسحبه في كثير من الاحيان، عنده العجيزي، عنده هشام فتح الله، عنده ماجد، هنشوف عنده فله، كل دول ما اعرفش بيلعبوا في انهي حته، في انهي مركز يعني. شبيطه ناحيه اليمين ترجع له الكوره مره ثانيه، ماشي شبيطه عاوز يعمل اتو خد، خدها مره ثانيه. الله 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 الله، لسه الكوره حيه لصالح بتروجيت، ويروح بيها على طول عمرو، وعمرو طلع بيها الاول. احلى هجمه واسرع هجمه في الشوط الثاني لبتروجيت، انما طلعها اوكا باقتدار. هنشوف يعني لما تتعاد الكره اللي فاتت دي انقذ فرصه هدف، هل هو اوكا؟ فعلا اوكا لو اتعادت الكره اللي فاتت ديت كانت تمريره بينيه جميله، كان هيروح منه للجون جيمس، انما اوكا حط رجله وانقذ فرصه تمريره جميله بتاعه مصطفى شبيطه. على طول اماميه، وبدا اهو عبد العزيز يهد في السنترافين اهو زي ما احنا شايفين. كريم زكري ودبش بدانا نحس بيهم، الراجل قاعد يزق ويضرب وبيعمل وينطح كل الكلام ده اهو، وتنزل الكوره لدبش، دبش لعمرو حسن. وبتروجيت بيغنوا اغنيه ليت الزمان يعود مره ثانيه الشوط الاول، لان هم اهدروا فرصتهم خلاص. سموحه لقى نفسه، ولافاني قال ملحوظاته
ومجموعه سموحه مجموعه كويسه، انما كانت تايهه في الشوط الاول، ولازال التعادل بالعجونه كان سدد نفسهم ولا ايه؟ هنشوف التعادل بدون اهداف حتى الان بين بتروجيت ونادي سموحه. 13 دقيقه تقريبا من زمن او 14 دقيقه من زمن الشوط الثاني، التعادل بدون اهداف، واي فرقه من الفرقتين ممكن تحط هدف الفريق الاخر. خلاص اصبحت المباراه مفتوحه، والكل بيسعى الى مرمى الاخر، والكل بيسعى بجديه وحس بالخطر لا هنا وهنا. سموحه حس بثقته في نفسه مره ثانيه. اهو بص بقى المدير الفني بتاع بتروجيت اللي كانوا قاعدين في الشوط الاول نايمين وفاهمين ان هم بقى يعني الاهلي او الزمالك هنكسب في اي لحظه، بدا يشحت اهو كرات وبدا يعني يزعق وبدا يتحرك. لافاني كمان اللي كان قاعد بدا يشاور اهو. انما لازم نقول ان لافاني ملحوظاته في ما بين الشوطين يعني نجح ان هو يصلح من اوضاعه. في مدرب اوضاعه تفضل زي ما هي، زي ما عمل في الشوط الاول تحس اللعيبه زي ما هي اخطائها، انما لا، قام لافاني وبهدوء جدا ما بين الشوطين ودلوقتي يعني عمل كل الاخطاء. ايه واحد يقول ايه الاخطاء؟ اولا الحماس بتاع المباراه، ثانيا نص الملعب بتاع سموحه، التقارب في خطوط نص الملعب زي ما حضرتك شايفين كده، راس حربه بقى ثابت هناك، ما كانش الاول في راس حربه اهو زي ما حضرتك شايفين. خلاص صلح اوضاع كتيره جدا مستر لافاني في الشوط الثاني يشكر. وادي على طول عبد العزيز يوسف تطلع كوره بره الملعب، ولافاني بيقول لا الاوت بتاعنا، ورمي التماس لبتروجيت. هنشوف كده اهوت الحقيقه بتاعه بتروجيت اهو، اخر بوز جزمه ل سموحه. تنزل كوره في نص الملعب، تعرف هو عمل ايه؟ حط حسام غالي في نص الملعب، راجل مدافع جنب ابراهيم عبد الخالق، ما خلاش الاثنين يطلعوا، كان الاول اثنين بيطلعوا. ادي اهو عبد الخالق اهو، وتنزل الكره هتتلعب من احمد عبد الغني لشبيطه، والبينيه بينيه بينيه يطلع على طول محمد صبحي ويطلع الله امه. اذا حسام غالي توسطا في نص ملعب رقم 29، واصبح هو الراجل المدافع اللي بيعوض خروج او طلوع ابراهيم عبد الخالق، واخر كمان مصطفى طلعت، فاصبح نص الملعب الدفاعي بتاع سموحه اتظبط. كان الاول سداح مداح، محدش عارف مين يمسك مين، وكل واحد كان بيلعب بمزاجه. ادي فريد يلعب الكره على طول، وتنزل لكهربا، يلم كهربا، يلم، وفعلا مباراه الشوط الثاني اصبح فيه كهربا وفي سرعه وفي من الفرقتين، وخاصه من نادي سموحه، والتعادل بدون اهداف لازال قائم، و16 دقيقه من زمن الشوط الثاني. ما تنسوش بعد المباراه دي في المقاصة والمصري، على فكره مباراه كويسه برضو تتشاف، تتلعب الكوره، احنا مجموعه السبعه، تتلعب الكوره وتنزل. بص نص ملعب اتظبط ازاي، بصوا ادي تنزل على طول لغالي، وعلى طول غالي اماميه هناك في راس فاره، ما في يا شكري ايدك في جنبك ايه يا راجل، ايدك في جنبك ايه يا راجل. قلنا في الشوط الاول ممكن جدا استهتار بتروجيت يخليها غالي، ومفيش اوفسايد، هو جرب بعد ما اتلعبت. وادي عاوز ايه، عاوز ايه، عاوز، وعلى رجلك الشمال، وكله فرصه هدف تروح من نادي سموحه بغرابه شديده جدا من شكري. وهو بصهم هنا الهداف وهنا ايه مش الهداف، دي هتشعوط اكتر بتروجيت. انا لسه اشوف رمضان هل هو عيان ولا حاجه، الراجل ما بيقومش لغايه دلوقتي رمضان. وفرقته فقدت المبادره في الشوط الثاني، وفي الدقيقه 17 كده 17 دقيقه لصالح يعني سموحه. بصراحه يعني انا عجبني قوي لافاني ظبط اموره وفي الشوط الثاني، وبالتالي اصبح رد فعل بتروجيت هي اللي بتعمل رد الفعل دلوقتي، بعد ما كان سموحه في الشوط الاول هو اللي بيعمل رد الفعل. دلوقتي خلاص سموحه هو اللي مستحوذ وهو اللي بيهاجم، وبتروجيت بقى ادائها رد فعل دفاعي لنادي سموحه. سبحان مغير الاحوال، وهنشوف. لكن ممكن جدا بتروجيت تحط هدف، وممكن جدا سموحه يحط هدف في اي لحظه. خلاص المباراه اتعدلت واصبح في كوره في المباراه، نص ملعب كل فرقه اتظبط، وكل فرقه بتلاقي التاني. وادي انذار اهو، هنشوف. اتكلم كتير قوي، ما اعرفش بينادي مين، وبقول له تعالى يا عم ورينا يا جماعه، ورونا ده مين، سيد فريد ولا مين؟ ده سيد فريد، ده هو اللي اتخبط. يا سلام يا سلام على الحكم. امبارح شفنا حسن شحاته بيشوف وبيطمئن على سلامه عرفات، والنهارده بنشوف الحكم، ونشوف الحكم اللي النهارده فعلا لقطه جميله جدا. سامح شوشه هو اللي خد الانذار باك الشمال
لبتروجيت. واحد يقول لك هو مال الحكم ومال اللعيب، ده كان زمان واخد بالك، ده يروح رياضيه اسمها، طالما الحكم يعرف وشكله كان بيعرف. وبعدين اتاخر قوي الراجل بتاع العلاج الطبيعي بتاع سموحه، ما نزلش ليه وشاف الحكم كده وهو قاعد يعمل يا سلام. اوه اخيرا اخيرا جيمس تيبي، جيمس تيبي وخطا قاتل من الثقه زياده اللي اتنرفز من مين؟ من اوكا. شوفوا الهدف جه ازاي، شوفوا الهدف جه ازاي في الدقيقه 64 في الدقيقه 19، جيمس في الدقيقه 19 شوفوا الهدف جه ازاي اهو. الفلسفه فلسفه من اوكا، بصوا بصوا ادي اوكا غير رايه عاوز يجيبها ما جاتش. شفتم شفتوا اخطر مركز في المباراه حارس المرمى وسنتر فين، طب ما تطلعها يا عم، بصوا هربت هربت اوكا يساعد جيمس تبي في احراز هدف، بص هجلت منه يا على الثقه ويا على القيامه اللي تعكنن اي فريق واي مدرب في الدقيقه على طول يعني 64 دقيقه 19 من زمن الشوط الثاني يتقدم بتروجيت بهدف لجيمس تيبي في اللحظات اللي فيها كان سموحه هو اللي وصل وضيع لشكري فرصه هدف. خطا قاتل خطا قاتل من اوكا، الحته دي ما فيهاش فلسفه ابدا، جات لك كوره لازم تطلعها بمبدا السلامه، ولا طلعها ولا ساب صبحي يروح لها وعدى الكوره عشان يلمها راحت مجليه منه. عم جيمي لقى نفسه هو وجون ما عملش فيها اي حاجه، انما خلاص هدف لنادي بتروجيت في الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني. قلت لحضراتكم اي فرقه هتحط هدف فريق الاخر، الشوط الثاني شوط فيه كرة قدم حقيقيه، ولما تظبط سموحه اعطى الفرصه لبتروجيت يظبط نفسه وتتلعب الكوره اهو ادي يا سلام. واحد يقول لي طب ليه بانت خطوره بتروجيت؟ هقول لك بعد الكوره ديت. لا عم شعراوي السنتر فيرود بتاع بتروجيت ما كانش سنتر فيرود، كان ضيف شرف، انما الاثنين العفاريت بقى جيمس تيبي وبيكلي اثنين صراع وجيمس تريع. بص ما هو الاثنين هم ارباكم الاثنين العمق الدفاعي بتاع السموحه. ادي الفكره اهو، ادي بكري ادي بكري اهو خد الواحده سبعتين كده رقصه، وادي التصويبه بتاعته وقبلها جيمس. اذا السرعه بتاعه جيمس والمهاره بتاعه بكري هم اللي اربكم، انما لو الشعراوي فضل قاعد يلعب زي ما هو كان بيلعب في الشوط الاول اعتقد كان سيد فريد واوكا في كانوا بيقطعوا كل الكرات. اذا التغيير اللي حصل في الشوط الثاني رمضان عمله، طلوع محمد شعراوي ونزول مصطفى كهربا وطلوع جيمس تيبي راس حربه ووراه اللي بلدياته بقى بيكلي، اربك بسرعتهم عمق دفاع سموحه وبدات يبقى هجماتهم خطره، وبدا بتروجيت يلعب كرات طويله في عمق دفاعات سموحه معتمدا على انطلاقات جيمس تيبي وسرعته. واحد بتروجيت لا شيء، سموحه احرز الهدف جيمي في جيمس في الدقيقه 19 من زمن هذا الشوط. 22 دقيقه من زمن الشوط الثاني والتغيير الاول، يطلع مصطفى طلعت وينزل رقم 7 هشام فتح الله، يطلع مصطفى طلعت وينزل هشام فتح الله، لعيب كويس على فكره، تغيير هجومي طبعا لسموحه، هشام فتح الله ويطلع مصطفى طلعت وتقدم بتروجيت بهدف لجيمس في الدقيقه 19. التقدم جاء في الوقت اللي سموحه كانت فيها ماسكه كوره وهي اللي بتهاجم، ولكن برضو بتروجيت عندها اللي يقدر يجيب جوان. ادي هاجم من ناحيه الشمال وترقيصه حلوه من هشام ولعبها اي كلام اي كلام، يصادها احمد عبد الغني ويطلعها اماميه. جيمس تجلى لما طلع راس حربه، اذا الراجل ده راس حربه، اذا انت بتلعبه ليه على الاجناب؟ ادي جيمس اهو طبيعته راس حربه ومشاغب، يبقى انت كنت يا رمضان مش عارف امكانياته او انت عاوز تستفيد بيه. المهم المباراه بقت حلوه جدا 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 بعد الهدف اللي جابه جيمس في الدقيقه 19 وبعد ما نشط سموحه وبدا يبقى فيه شكل كوره في هذا اللقاء. واقع على الارض
احمد عبد الغني مش هيغيره طبعا لان في عمل تغييرين لسه بدري قوي، يلعب في الدقيقه 68 داخلين على الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني. بصوا ادي فريد يقطع كوره ويلعبها، دي مباراه معاده كوره معاده، انما في فاول وهنشوف هيغير ولا لا. ما اظنش غير كريم زكري مكان اسامه اضطراري ونزل مصطفى كهربا عشان يطلع شعراوي عشان ينشط الفيرود بتاعه، ادي وهيطلع وينزل ما فيهوش حاجه. هيبقى النهارده رمضان السيد مدير فني، خالد صديق مدرب عام، شريف بيومي مدرب، هيثم شعبان مدرب، ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس مرمى، طارق حماد مدير اداري، دكتور مدحت خلاف طبيب. انا شايف صبري في الجهاز، اللعيب اللي كان في الاهلي يا جماعه. هنشوف التغيير اللي جاي ده مين هينزل. هينزل رقم 17 خلاص، بتروجيت بلال جمال، وهيطلع 21، يبقى خلاص كده بلال جمال رقم 17 هينزل. يبقى تغييرين اضطراريين عملهم رمضان السيد، يبقى كده عمل التغييرات الثلاثه بتوعه. اما لافاني عمل تغيير واحد بس، نزل هشام فتح الله مكان مصطفى طلعت اهو، هو مش عاوز يطلع تشيكله كده اهو، طالع غضبان وزعلان اهو بيضرب يعني. طب حد قال لك تقع؟ المهم رمضان السيد برضو لقى ان هو يقدر يسيطر على المباراه وعلى نص الملعب، يبقى بلال جمال والشناوي ومصطفى شبيطه في نص الملعب، طرف شمال مصطفى كهربا وجيمس التيبي راس حربه ووراه بيكلي. هنشوف برضو اسلام عبد النعيم، وهيبقى كينونتو اوي اسلام عنده نزعه هجوميه اللي نزل مكان مصطفى طلعه. ضربه حره مباشره لبتروجيت و70 دقيقه يعني 25 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ومستر لافاني في عز مكان اقرب في ان هو يقتنص هدف، دخل فيه هدف بفلسفه من الكابتن اوكا. انعشت الحياه مره اخرى في جيم في بتروجيت، وادي هجمه اسلام عبد النعيم. اسلام متاخر انما ترجع له مره تانية، لعبها مع هشام شحاته وصد محمود شكري كورتين، ادي على طول ده ابراهيم عبد الخالق، وبدا يبقى سموح له الجنب الشمال بتاعه هو اللي بدا يبقى اخطر، بيروح فيها دلوقتي ابراهيم عبد الخالق. وصراحه اسلام عبد النعيم عامل شغل كويس قوي في الحته دي اهو، راجل شاط صدت من محمود شكري، ردت لعبد النعيم يعني فرصه هدف من سموحه في دقيقه واحده، ادي واحده من ابراهيم عبد الخالق وادي الثانيه من اسلام عبد النعيم اللي عامل شغل كويس قوي. اما احمد شكري فيعني ادي لسه بتاع الكاميرا متابع احمد عبد الغني اللي طالع غضبان، ولا زال محمود شكري واقع على الارض في الكوره اللي فاتت دي. انما ما فيش شك واحنا في الدقيقه 26 لازم نقول ان مباراه في الشوط الثاني افضل، مباراه اتغيرت اكتر، وادي رمضان اهو انتعش وبيكلم المدرب بتاعه ومتقدم بهدف للا شيء. والثلاث نقاط دي بالنسبه لرمضان هتكون هي طوق النجاه في ان هو، وادي تغيير تاني رقم 10 هينزل هاني العجيزي. هاني العجيزي هينزل مكان مين؟ راجل رفع 10 بس، هينزل مكان عبد العزيز يوسف. ادي هاني العجيزي، هل هاني العجيزي يتخلى عن كسله ويعني يفوق نادي سموحه؟ ده امل مستر لافاني في الكابتن هاني العجيزي. هل هاني العجيزي يتخلى عن تشويحه للحكم في الكرات؟ ده اللي هنشوفه. لعيب كويس عنده مهاره عاليه، يقدر في 18 خطر، انما مفيش في الكوره كسل اهو، الكوره جري كر فر لياقه مهاره، مفيش حاجه لوحديها. يقول لك الولد ده هايل بس ما بيعرفش يدافع، ما ينفعش في اوروبا. الولد ده مدافع جيد بس جالخ، ما ينفعش. كل فنون اللعبه بنشوفها لما بنشوف اوروبا، اللعيب بيقطع ويمرر ويرقص ويشوط، ما هي كده. انما لما اكون انا لعيب بس كل مهارات على الواقف يا فرحتي، حلني بقى لما تجي لك كره وتبدا تخلصها. الكلام ده انتهى من زمان في الكره الحديثه. قام محمود شكري ونزل العجيزي مكان عبد العزيز يوسف، وهنشوف هل سموحه هتقدر تعوض الهدف اللي جابه جيمس في الدقيقه 19. طبعا اكتر واحد بيدعي ان يتعوض هو اوكا، لانه دائما وابدا الحته دي فيهاش فلسفه، اتفلسف هربت منه، خدها جيمس حط هدف.
تتلعب كوره على طول لبلالي لسه نازل مش اوف سايد. بيكلي لما غلط قوي قوي قوي. نقدر نقول العمق الدفاعي لسموحه انكشف بسرعه بيكلي وجيمس. حطوا عينيكم على بيكلي وجيمس. سيد فريد واوكا ضربوا لخمه. لازم يرجع معاهم واحد، لازم يرجع معاهم واحد لان اثنين صراع. وادي عمرو اهو، وادي على طول اللي خد الكابتنه هشام فتح الله. وهنشوف ايه الحكايه بالظبط لما نزل مكان مصطفى طلعت. سموحه مش ساكت وبيحاول من الطرف الشمال، والراجل ده عامل شغل كويس قوي اسلام عبد النعيم. وماشي اسلام ومعاه شبيطه، ده راح له عدى من شبيطه، لعيب كويس قوي قوي. يلعبها ناحيه اليمين لهاني العجيزي، وهاني على طول اماميه، انما يخش على طول كريم ذكري ويطلعها. ادي شكري بيشوف يعني ايه ركبته جرالها ايه، وهنشوف رمي التماس لسموحه. هشام شحاته تنزل في نص الملعب على طول لابراهيم عبد الخالق. ابراهيم ينزل هيجي العجيزي ويستلم، انما تطول منه تتاخد، ياخدها بيكلي وتروحه مره تانية. استلامه من الحركه حلو قوي، انما يخش اوكا وعاوز يطلع قدامه يجيب هدف زي ما جاب في الجونه. تروح الكره هاني العجيزي، هاني العجيزي، هاني العجيزي، هاني العجيزي، يلعبها لشكري، وشكري ورا مره تانية عليه مانجا، ومانجا تنزل كره في نص الملعب على طول اللي ابراهيم عبد الخالق، يلعبها لهشام شحاته، هشام شحاته ينزلها لابراهيم، وصحصحه لنادي سموحه اللي عاوز يتعادل، انما يعني يقطع على طول دبش بدماغه، وتنزل الكره ياخدها سموحه مره تانية، وتروح على طول لفريد. فريد شفت السرعه بقى، عملوا عكننه الاثنين ما كانوش متوقعين ابدا ان جيمس يبقى راس حربه. خلاص اوكا وسيد فريد لازم ياخد بالهم جدا جدا من سرعه جيمس وبيكلي. هجمه من الطرف الشمال عن طريق المجتهد اسلام عبد النعيم، اسلام عبد النعيم يلعبها على طول ناحيه الشمال صايدين عمرو، على اساس ان عمرو كان عامل غار عليهم في الشوط الاول. نص الملعب على طول لا ترقيصه حلو قوي، هاتوا خد يعني عجيزي يتاخر، انما تطول وتروح على طول. بص نبي الجون بيعمل ايه، يجي تروح ضارب لخمه تهرب منه ولا يعمل اي حاجه، انما نزل محمود شكري ومسك، قال يعني ضيع له 20 ثانيه، لسه بدري قوي واحنا في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني، وبتروجيت متقدمه بهدف احرزه جيمس في الدقيقه 19 من هذا الشوط. ادي بص السرعه بقى، بص السرعه، بص 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 على بيكلي ولقم بيكلي ومهاره محمد صبحي. خلاص العمق الدفاعي لسموحه انكشف بسرعه بيكلي وسرعه جيمس. هنشوف ايه الحكايه في الشوط الثاني. وسموحه الصراحه عملت شوط كويس احسن من الشوط الاول، وكان ليها اليد العليا اول ربع ساعه. اتخطفت بهدف لجيمس من فلسفه لاوكا، ولكن لا زالت عند يعني حسن الاداء وبتروجيت صح والتغييرات اللي اتعملت بقت مباراه سجال ما بين الفرقتين. وبرده اي فرقه زي ما قلت من الفرقتين تحط هدف في الثاني، هل سموحه هيتعادل ولا بتروجيت ياكد فوزه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. تنزل الكوره لشكري، يمشي شكري، يمشي يمشي شكري، وجات له على رجله اليمين تخبط في وتطلع بره الملعب، رمي التماس لنادي سموحه. مانجا لشكري، لمانجا على طول لهشام فتح الله، يلعبها بالعرض تنزل وتروح لهاني العجيزي. هاني العجيزي عاوز يعمل ايه؟ تاخده وياخد الكره منه تاني، يلعبوها لهشام شحاته. هشام شحاته هاني العجيزي لازم يخش جوه عشان يصطاد الكور دي. اهو يواك، هو هيدي حتته ولا هيدي لك حاجه يا عم، انما انت يعني راح صح قوي، انما هربت من هنا بقى الخوف على سموحه من الراجل جيمس وبيكلي. تنزل كره في نص الملعب لحسام غالي، يلعبها لهشام شحاته. نشاط ملحوظ كبير جدا من سموحه اللي عاوزه تتعادل، وانكماش لبتروجيت، وادي الجبهه الشمال اللي شغاله اهي، انما تتخطف الكوره هنا على طول. الهجمات المرتده بقى لنادي بتروجيت تعمل مشكله لسموحه. ادي شبيطه، ادي شبيطه، ويلعبها لكهرباء قصيره، يقطع مانجا وتنزل في نص ملعب، بربط حلو قوي قوي على طول. هاني العجيزي اللي بيلعب صانع العاب، بس هتصنع لمين؟ ده انت الفرقه دي لازم انت اللي تطلع قدام. وادي هشام فتح الله، يلم هشام فتح الله ويلعبها على طول لوحشه، وحشه يقطع عمرو حسن، عمرو حسن وانطلاقه وجنبه الله، انما هنا بقى التغطيه خلاص، غطوا على بعض وصحصحهم اوكا والسيد فريد، وبقى في واحد ساقط لورا، والمباراه حلوه قوي. ممكن سموحه يتعادل وممكن بتروجيت يضيف. وادي الكره العرضيه، يا عم شيل على طول، يا عم شيل على طول، ضربه ركنيه ايه؟
شفت بقى الفرق بين اللعيب واللعيب؟ ما فيهاش حاجه خالص. ادي عم ابراهيم عبد الخالق جات لك ما تشيل، انما واقع على الارض ومصفر فاول تقريبا عمرو عايد في هذه الكره، ضربه حره مباشره. هنشوف اهو، هنشوف اهو، هو اداله واحده كده يعني، وفاول على بلال جمال. اتلعبت الكره على طول، ودي الكره معاده، بيرقصنا المخرج اللي هناك النهارده. طبعا فاول وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة، و79 دقيقة وداخلين في الدقيقة 35، وضربة انما على طول تعدي، والراجل بيلعب من ايه سيد فريد، ومرة تانية هل ضربة ركنية ولا او ضربة ركنية لنادي سموحة. سموحة بيحاول، وبترجيت بيدافع، بترجيت متقدمة بهدف لجيمس في الدقيقة 19 من هذا الشوط، والضربة ركنية تتلعب، والعرضية هناك، وطالع شكري ويلمسها كده وتقع منه، وعلى طول تتلعب كرة أمامية من دبش. سموحة ضاغط، سموحة ضاغط، ودفاع منطقة، وواقع على طول سامح شوشة على الأرض من الكرة اللي فاتت ديت، والحكم موقف المباراة رغم إن اللعيب واقع بره الملعب. هنشوف الكرة اللي فاتت ديت، شكري لطشها وجرى عليها دبش، ده دبش اهو، شكري لطشها ودخل عليها دبش، طلعها قدام، الحكم وقف المباراه، ولفاني بيقول له ده الراجل بره الملعب. بقول له يعني مش عايز اقول له، بيقول له ايه، بيقول ده الراجل بره الملعب، يعني انت ما توقفش المباراه. هجمه لسموحه، هجمه لسموحه، وسموحه على اعتاب هدف التعادل، ولا هنشوف ايه الحكايه، انما هنشوف ايه الحكايه. شكري 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 شكري، يوه ده العجيزي، الاثنين يعني تنبل واحد، تتلعب الكوره وتنزل، بطء عندهم شديد جدا، الهجمات المرتده، انما اي كلام اي كلام. لو سموحه نظم نفسه وهو في الدقيقه 80، يعني 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني، وبعد انتهاء الشوط الثاني والمباراه حوالي 10 دقائق غير وقت بدل الضائع، لو سموحه ظبط اموره شويه يقدر يتعادل. انما الخوف على سموحه من ايه؟ من الهجمه المرتده وسرعه جيمس والمساحات الفاضيه اللي في خط ظهر سموحه، ده الخوف عليها من الهجمات. ادي تنزل الكرة على طول في نص ملعب ليه شكري، يعدي، هيلطش رجليه، جامده 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 جامده، وضربه مرمى لبتروجيت. خلاص قوم يا عم، عملت كوره حلوه، خلاص ما انت نازل عشان كده وبتتعاقد عشان كده، وكوره حلوه عشان كده وبنقول لك حلوه، وادي شكري اهو، ولما يجتهد بيبقى كده، وضربة مرمى لنادي بتروجيت. هل الوقت يسرق سموحة؟ هل بتروجيت من الهجمات المرتدة يخلص ويرتاح؟ ده اللي هنشوف. ادي اوكا بدماغه، تنزل لجيمس، يلم جيمس الكورة ويروح من اوكا، واوكا قال له اوعى يا اخي كشفتني، ياخدها اوكا، كل رسمة لاوكا مهارته، انما ما عندوش السرعة في الحتة دي، عشان كده غرق غزلا في المنتخب، ولعبوا مع بعض بقى يسيبه لوحده وياخد خطوه للخلف، ملوش دعوه، معدي معدي ومعدي وقت، وخد هيشيل، فين العجيزي، فين العجيزي، في رايه صفاره، رايه صفاره. اذا ابراهيم عبد الخالق ساب نص الملعب لحسام غالي رقم 29، وبدا هو اللي يقوم بالواجب الهجومي من الطرف الشمال من اول الشوط الثاني، هو واخد الحته دي، هو واسلام عبد النعيم. لافانيا عمل شويه تشكيلات وشويه شغل، بس بقى جيمس عكننهم بالهدف اللي جابه، ولكن نقدر نقول ان الشوط الثاني سجال بين الفريقين، ولكن بتروجيت استفادت بفرصه واحرزت هدف في الدقيقه 19. تتلعب الكوره عند جيمس، ترجع ورا على طول في نص ملعب عند شبيطه على طول لبلال كهربا، شوشه لكهربا، يرجع الكرة على طول لمحمود شكري، أمامية من محمود شكري، جيمس تعلى وعلى طول تتلعب كرة أي كلام، هي فاول لصالح بتروجيت، إنما الحكم وقف كده رمضان أهو، قام أهو، ما أنت كنت ممكن في الشوط الأول تقوم القومة دي، كانوا جابوا جونين. إنما خلينا في مباراتنا، 83 دقيقة من زمن الشوط، من زمن المباراة،
يعني 38 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وبدأت المباراة تاخد المنعطف الخطر والوقت بقى لتمن، وهجمة على طول لكهربا بتروجيت، يعدي كهربا وماشي ماشي كهربا ماشي كهربا وداخل وخد فاول وضربة حرة مباشرة لنادي بتروجيت. النهاردة مدير إدارة الإنتاج إبراهيم علي ومدير الإنتاج محمد عطية وفرقته عصام عصران ومحمد فهمي، رئيس تحريرنا وليد عبد السلام، مدير تحرير أحمد تيمومي، معدلنا بدوي سعد، محمد حامد، مايكل مجدي، وليد قاسم. وضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء نادي سموحة، ومحمد صبحي بيقفل على القايم الأولاني وجه الحيطة وصفر الحكم وبالبوكس على طول يطلعها محمد صبحي وتنزل للمجتهد جدا اسلام عبد النعيم، تطلع بره الملعب اول ترمي التماس لنادي سموحة. لعيب كويس وعمل شغل في الشوط الثاني لما اعتمدوا عليه. الشوط الاول كان بيشتغل غلط، مش بتاعته، بتاعت المدرب، كان بيخليه يطلع قدام وياخد كره من الحركه ما كانش حد بيديله. ادي على طول هاني العجيزي، هاني العجيزي عنده المقدره انه يشوط وتخبط وتاخد بند وتبقى ضربه ركنيه ولا غرفت في رجله، غرفت في رجله شكلها كده وتبقى ضربه مرمى لنادي بتروجيت. 85 دقيقه من زمن الشوط الثاني، يعني تعرفوا ايه يعني 40 دقيقه من زمن الشوط الثاني، يعني باقي 5 دقائق على انتهاء الشوط الثاني غير وقت بدل الضائع. وبتروجيت متقدم بهدف احرزه جيمس في الدقيقه 19 من زمن هذا الشوط. سموحه اجتهدت في الشوط الثاني، سموحه جات لها فرصه التقدم عن طريق شكري قبل ما بتروجيت يحط هدفه. سموحه المدرب نجح ان هو يرجعهم لمباراه مره ثانيه، ولكن ما عندوش راس حربه بصراحه، ربنا ما عندوش راس حربه. هاني العجيزي بطيء جدا، وهاني وشكري مش راس حربه وبيمشي بالكره كتير، اذا نادي سموحه يحتاج الى راس حربه عشان يقدر يستمر في الدوري العام. تتلعب الكره على طول، يطلع كريم زكري بدماغه وكره اماميه عند جيمس، ادي على طول ابراهيم حسام غالي يلعبها بدماغه اللي راجع ورا، ادي مانجا، يبدو ان اوكا طلع قدام، هنشوف ايه بالظبط في اخر كده 4 دقائق، هنشوف ايه الحكايه. محمد صبحي كره اماميه دلوقتي، هيبقى بقى ايه، ادي اللي عمل شغل في الشوط الثاني ابراهيم عبد الخالق، ده شغل مدرب هو اللي مطلعه في الحته دي، هو واسلام اخترقوها فعلا، شيء هيلحقها ما يلحقهاش وتبقى ضربه مرمى ليه او في رايه وصفاره، هنشوف قرار الحكم ايه، ضربه مرمى ولا رايه وصفاره، هنشوف رايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره لبتروجيت. عمل شغل كويس الولد ده، انما ما عندهمش راس حربه صريح يقدر يخلص. راس حربة صريح يعني انا سريع، يعني انا عندي العاب هواء قوة، عندي تمرير، عندي سرعة، عندي قوة، انما مش واقف او عندي مهارة على الواقف، ما تنفعش المهارة اللي على الواقف خلصت من كرة القدم دلوقتي. ادي اوكا يلعب الكرة على طول لمانجا، ومانجا على طول امامية. سموحة لو خسر الثلاث نقاط ديت هيخش في دوامة، يعني هيخش في الخطورة. بتروجيت لو خد الثلاث نقاط دي هيروح في حته هاديه، 19 نقطه تخليه هادي. وسموحه عنده الاهلي الجمعه الجايه، وبتروجيت عنده الحدود، رايح للحدود. ورمي التماس رؤي على الكره جلت والكره العرضيه، انما يطلعها عمرو ولا هيعمل ايه، زميله واقع على الارض ومش عارف يعمل فيها ايه، لعب كوره اي كلام، وسموحه مش عاوزه تطلع الكوره. فرصة بقى احنا عاوزين نتعادل، هل دي روح رياضية ولا ايه ما تعرفش، انما يعني هو مش قصدهم. وادي هشام شحاتة ويلعب الكرة العرضية هناك، يخش دبش ويطلعها بدماغه، تنزل لحسام غالي يقلش. بص السرعة بقى الراجل ده، ادي السرعة ادي السرعة ادي السرعة ادي السرعة ادي السرعة، وضربة مرمى لنادي سموحة. في لعيب وقع على الارض سامح شوشة من نص ساعة كده والمباراة كانت شغالة، وسموحة يعني ما كانوش عايزين يطلعوا الكوره، هو ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش فاول ولا حاجه، وهنشوف ايه الحكايه. والمباراه متوتره و 88 دقيقه بدأ ناقص دقيقتين، ما تنسوش ان في المقصه والنادي المصري بعد هذا اللقاء. على فكره الوقعه دي وقعه وحشه، الوقعه لوحده، واحد يقول لي في حد يقع لوحده، اقول له اه. سامح شوشه عاوز يعمل دبل كيك، راح عامل دبل كيك، الكره ما جاتش في رجله، راح مرزوع على الارض، بينزل على عصعصه. يعني احنا لعيبه عارفين الوقعات شكلها ايه، بتبقى معكننا اللعيب
هو اترزع. بص حضراتكم يمكن المخرج بيجيبها مره ثانيه. الكره طب هوب بص ما جاتش في رجله، راح نازل مرزوع، نزل على العصاصه هي توجعه شويه وهيقوم. بص حضراتكم اهو ما جاتش على العصاصه والظهر، انما هيقوم ما فيهاش حاجه خالص، هي ما لبستش في رجله وهيقوم ان شاء الله سليم سامح شوشه. المباراه خلاص 89 دقيقه، هنشوف كم وقت بدل ضائع هنشوفهم، انما سموحه في الشوط الثاني عملت مباراه كويسه وكان ممكن تتقدم قبل ما بتروجيت يحط هدفه. بتروجيت بخبرته اصطاد هدف ونام عليه. سموحه لافاني ادارها في الشوط الثاني كويس، ولكن سموحه تحتاج الى راس حربه. ايضا بتروجيت يحتاج الى راس حربه رغم ان عنده ثلاث رؤوس حربه، رجب ويعني مش عارف مين وشعراوي ومين، انما اعتقد انه برضه عاوز راس حربه. تتلعب الكره اماميه وضغط من سموحه ودفاع منطقه لبتروجيت وهدف وحيد لجيمس في الدقيقه 19 لاعب بتروجيت. هل الثلاث نقاط تروح لبتروجيت ولا سموحه يقدر يتعادل؟ هنشوف كام دقيقه وقت بدل ضائع في هذا اللقاء. خلاص بتروجيت قفل عمق الزجاجه وسموحه بيحاول، عمل شغل كويس قوي ابراهيم عبد الخالق في الشوط الثاني من الطرف الثاني هناك، وادي هشام والكره العكسيه الحلوه قوي هتسقط لين. يا راجل ده انت بدماغك، يا راجل كره فوق بدل ما احطها بدماغي طلعت رجلي فوق، خبطت في ظهر الراجل وضربه ركنيه. ضربه ركنيه لبتروجيت لسموحه وضربه ركنيه لسموحه تتلعب على الاول قايم يدحرجها خلفيه هناك يطلعها شبيطه يلمها على طول هاني العجيزي يلعبها داخل المنطقه، انما خلاص في سربعه ومفيش تركيز. هاني يلمها مره تانية العجيزي ويلعبها لاسلام، يا ولد عبد النعيم ويلعبها الله على الجون ده. اوه يا سيده فريد، اوه في الدقيقه 90 وسيد فريد الجون بيقول له حط فيا جون، ما بصش يا على التوفيق وعدم التوفيق والحظ والدنيا كلها. سيد عبد النعيم بيقول له خد هدف. بصوا يا راجل في الزاويه العكسيه، الولد ده هو نجم اللقاء، اسلام عبد النعيم. ويا فريد كنت انت هتغطي اوكا وخطاه بهدف تعادل ليه طعم. يعني الصراحه سموحه ما لقاش حظ في الشوط الثاني ولا في المباراه دي، وهنشوف ادي الهدف اللي جابه ولا الحكم صفر ولا ايه. ده لسه ما شفناش الوقت البدل الضائع مدته قد ايه، هنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع. بيبص في ساعته اهو 5 دقائق وقت بدل ضائع، بنلعب في الدقيقه الثانيه منه، 5 دقائق وقت بدل ضائع وبنلعب في الدقيقه الثانيه منه. وبتروجيت متقدم بهدف لجيمس في الدقيقه 19، وسموحه بكل قوته وسوء حظه في اكتر من كوره في هذا اللقاء ما يقدرش ابدا ان هو حتى الان يحرز هدف التعادل. لكن سموحه افضل في الشوط الثاني، عملت كوره، ولكن سموحه عاوزه سنتر فيرول، سموحه يعني عاوزه واحد يعني شكري لازم يريح شويه. سموحه عندها ولد اسمه اسلام عبد النعيم هايل، سموحه عندها خط ظهر وخط وسط وحارس مرمى كويس. يدور مستر لافاني على راس حربه بقى، وسموحه اثر فيها علاء علي 100% النهارده. لو علاء علي بيلعب النهارده كانت المباراه اتغيرت لصالح سموحه من الضغط اللي عمله ده، انما اسلام علي النوبه الجايه لما يرجع علاء علي يبقى طرفين، الطرف الاولاني اسلام علي والطرف الثاني علاء علي، ويقعد شكري يبقى هو كده العدل. واحد هيقول لي انت بينك وبين شكري حاجه، اقول له لا احنا بنتكلم كده يعني تفتيح ملعب. تتلعب رميه التماس وتنزل ويطلعها على طول بتروجيت اللي بيحلم بثلاث نقاط اللي ضيعهم في الشوط الاول وخطف في الشوط الثاني، وخطف سموحه خطفه في الشوط الثاني برضه في التوفيق وعدم التوفيق. واعتقد ان سموحه هي الافضل في الشوط الثاني وحظها اوحش في الشوط الثاني، لكن الكره لسه في الملعب. عبد النعيم ولد لعيب ومحدش فاهمه اسلام عبد النعيم، وضربه مرمى لبتروجيت. ضربه مرمى لبتروجيت النهارده طبعا صوت التحليلي بقياده الكابتن احمد شوبير، هيئه محللي سي بي سي 2 كابتن ايمن يونس، كابتن خالد بيبو النهارده، مدير اداره تشغيل محمد العشري، مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، ومدير الانتاج محمد عطيه وفرقته عصام عصران ومحمد فهمي، رئيس تحريرنا وليد عبد السلام، مدير تحريرنا احمد تيمومي، معدلنا النهارده بدوي سعد محمد حامد، مايكل مجدي وليد قاسم، مساعد مخرج ومونتاج ويدا النجار وهند شوبير واحمد طايل،
ومراسل ملعب حسن غنيمة تتلعب الكورة، معرفش الصوت مين بقى النهاردة، تتلعب الكورة على طول أمامية ناحية الشمال، عمل شغل كويس قوي لافاني من الحتة دي. أوه في العارضة، أوه في العارضة، أوه في العارضة، مش ممكن مش ممكن يا سموحة، حظك وحش قوي النهاردة. لازم نرفع قبعة للافاني. لافاني أدار الشوط الثاني 10 على 10، واستغل مهاراته الفنية 10 على 10. لافاني نقدر نقول أدار الشوط الثاني 10 على 10. واحد يقول لي ليه؟ أقول له ودى إبراهيم عبد الخالق جنب إسلام عبد النعيم هناك واخترقوا الحتة دي طول المباراة، بس ما عندوش رأس حربة يخلص. أدي مشكلة سموحة اللي هو ما أحرزش هدف التعادل، رغم كده جات له فرصتين آخرها بتاعت السيد فريد. المباراة عدل هذا اللقاء 1-1 على الأقل أو التعادل، إنما رمضان السيد النهارده يعني 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 ليه حظ كبير جدا في اقتناصه 3 نقاط في الشوط الثاني. اما في الشوط الاول اول ربع ساعه كان عنده سيء الحظ لما فرقته ضيعت اكتر من فرصه. مباراه متقلبه المزاج ومباراه تروح هنا وتيجي هنا، واخيرا يصفر عمرو عايد. وهو بيقول له ايه الراجل عمرو عايد حكم اللقاء بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز بتروجيت بهدف لجيمس في الدقيقه 19 من هذا الشوط، يرتفع رصيد بتروجيت عند 19 نقطه ويتوقف رصيد سموحه سيئه الحظ في الشوط الثاني عند 14 نقطه. مبروك بتروجيت، حظ اوفر لنادي سموحه. واعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي كابتن احمد شبير، كابتن ايمن يونس، الكابتن خالد بيبو، على امل ان نلتقي بعد قليل في مباراه المقاصه والمصري. الى اللقاء.